السلام عليكم يا احلى متابعين، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى منكم انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وكيما ديما جبت لكم قصه لي رائعه وجميله جدا. احيانا غرورنا كيصورنا اننا دائما ممسكين بزمام الامور، لكن يحدث ما يجعلنا نعي فجاه اننا قرب قوسين من الخساره. من منا ليس في سباق مع الزمن؟ من منا لا يقصر في حق شخص ما ويقترب من خساراته وهو لا ينتبه حتى لتلك الخسارة، أو ربما خسره وانتهى، حينها لن ينفعنا ندم. في الوقت اللي كان كل واحد غارق في شغله، هالي في شركة، كل واحد فين بدا كل شخص يوصل اتصال أنه كاين اجتماع إلي ضروري خاص الكل يحضر ليه بدون استثناء. الكل استغرب شنو هاد الحاجة الضرورية لعلى ودها تقام هاد الاجتماع العائلي، لحد علم الجميع انه كل شي بالسقر في الشركة، كل شي مقاد ما كاين لا مشكل لا حتى شي حاجة. هاد الاتصال شغل بالذات واحد زوج الناس، وكل وحدة فيهم كتقول اعلم الله اش كاين، ياك ما الوالد غادي يفرق الورث بيناتهم. وحدة كتقول ما كيهمش سواء فرقوا ولا حقها جايها. وحدة كتقول لا خصني ندير الحيلة باش يتكتب لي حق اكثر من حق اختي. وفي واحد البلاصه خارجه على المدينه في الرباط بكيلومترات قليله، وفي قصر من القصور الفخمه لعائله العثماني ذات الطراز الكلاسيكي، كانوا جميع افراد العائله الكبار والصغار مجموعين، وكل واحد فيهم شاد الكرسي ديالو ومترأس الطاوله الجد محمود العثماني. وبالجانب ديالو الايمن كان محمد البالغ من العمر 29 سنه، الحفيد الوحيد لعائله العثماني المفضل الجد محمود. ومقابل معاه الاب ديالو والاخرين كانوا باقي افراد العائله. كما كتعرفوا محمد هو الحفيد الوحيد لهاد العائله، وهو الوريث الشرعي لجميع املاكي، وهو الاقرب القلبي كيف ما كيعرف الجميع. لذلك قبل ما نموت باغي نفرح بهم زوجو ونضمن الاستمراريه لاسم العائله، وديك الساعه الا بغات تجي الموت غير مرحبا بها. الله يطول لينا في عمر جدي، الموت علينا حق ولدي. المهم كما قالوا سيدنا الوالا، خيرنا ما يديه غيرنا، داكشي علاش فرحتي غادي تكون كبر الا تزوجتي من وحده من بنات عمك من بنات عماتك. محمد بلا ما يشعر ابتسم وشاف احدى من بنات عماته، وهي بالمقابل ابتسمت وحنت راسها. في الوقت اللي كان محمد كيسترق النظرات عم الصمت رهيب، وبداو كل من العمات كيشوفوا بعضياتهم. اكيد الاختيار ما غاديش يكون اختياري، ما غاديش نختار اللي غادي يكمل معاه حفيدي حياته، حيت هذيك حريته وله الاختيار. يا هدايه يا لينا، خذ وقتك اولي وفكر مزيان. مهم انا ساليت كلامي اللي جمعتكم على قبله اليوم، يلا ليله سعيده. بمجرد ما عطاهم بالظهر وطلع مع الدروج، نادوا العمات كل وحده جرات بنتها ودخلت للبيت. بنتي لينا سمعي، الزواج راه قسمه ونصيب، وكل واحد كياخذ اللي مكتب ليه. وياك توما وياك الى مشى حتى خسر ولد حبيبك هدايه ديري شي حاجه. ماما سمعيني مزيان، محمد غادي يختارني انا، وما غيختار حتى شي وحده من غيري. عندك اي حسابك راني طايحه من الجبل ولا عندي الكرون؟ راني عارفه اش بينك وبينه، حسابك ما شفتوش كيفاش شاف فيك قبيل. ماما اذا انت عارفه اني كنبغيه وكيبغيني، علاش كتوصي فيا دابا؟ حيت المكلخه الرجال بصفه عامه ما كيتزوجوش بحتى خرجوا معاها، وزيدون باش عرفتيه كيبغي قالها لك. ابنتي الا شفتيني ما هضرتش معاك من قبل وما دخلتش فيك، راه حيت كنثق فيك وما بغيتش نهضر باش ما نجبدش لك صداع مع باباك. صافي يا ماما، ما غندير والو، كوني هانيه، حيت انا متاكده بلي محمد ما غادي يختارني غير انا، فهمتي؟ الا عمتي الباتو دارت شي حاجه وحاولت تزوجو لبنتها. سكتي، سميتها هدايه وراه اختك الصغيره، ما تهضريش عليها هكا. راه انا اللي معاشراها ماشي نتوما، انا اللي عارفاها على حقيقتها، كتعطيكم داك الوجه ديال البراءه. اما هي شيطان شيطان، على انا على الاقل شخصيتي باينه واضحه، ماشي كنتخبى، كلشي عارفني كيف دايره، ما كنحشم ما كنخاف من حد. لا حول ولا قوه الا بالله، شي نهار غادي تخرجي لي عقلي، ما عرف منين جبتي هاد الجبروت كامل. سيري تنعسي، سيري الله يدير لي فيها الخير، سيري. في المكتب ديال جد محمود، كيما قلت لك اولدي خذ الوقت الكافي وفكر واختار اللي بغيتي. ما كاين لا شجدي، انا واخد قراري من شحال هادي، كنت كنتسنى غير الوقت اللي نفتح
اللي نفتتحكم به، ولكن مني جات من عندكم مزيان. اها هي قولي العفريت، عارف شغلك خارج الجد. حفيدي انا سبعه، هادشي علاش صممتي اسمي وك محمد، باش على الاقل تاخد شويه من الصفات ديالي. يا يعني باش كون اختاريتي اكيد لينا. لينا انا اصلا كنت عارفه كتختارها، وكون ما اختاريتيهاش كنت نتقلق، ولكن مزيان منين هي بغيتيها. من هنا ليومين غادي نقلو الخبر في العائله. مبروك عليك حفيدي، الله يبارك فيك جدي. اصلا ما كايناش اللي غادي تعاونك من بعد في الشركه احسن من لينا، تبارك الله عليها ماضيه وقاده بشغلاتها. عارف اللي كاينه جدي، هو مازال كيحكي معاه. سمع صوت لينا على برا واستاذن من جدو وخرج. يلا كان غادي يسد الباب، كانت عمته هبطات من الدروج ولينا تسد باب بيتها. بخفة منه وصل قبل ما تسدو ودارج ليه في الباب. محمد اش كدير؟ سلسل قبل ما يشوفك شي حد. دفع الباب ودخل وصورت البيت، كيطلع من رجيها راسها. دابا ما كاين اللي حبسنا غير خليهم يشوفوا. وعلاش؟ حيت غنتزوجوا. الا ناري اخيرا ترمس على فمو بقبل كتوصل به. ماذا فرحتها، وفي مكان غير بعيد عليهم بالضبط من وراء الباب ديال الغرفه كان واحد الشخص طالق ودنيه وكيسمع المحادثه ديالهم وكيرسم في باله واحد الخطه باش غادي يفرقهم. في الصباح الموالي الكل فايق وجالس على اعصابه فوق الطبله ديال الفطور كيتسناو الرد ديال محمد اللي ما كاينش معاهم على الطبله ديال الفطور. الكل على اعصابه من غير لينا اللي جالسه وكتفطر مرتاحه، حيت عارفه متاكده باللي غادي يختارها هي وماشي بنت خالتها. كان كلشي مجموع على طبلة الفطور، حيت هذه الاذان ديال العائله العثماني. ملي كيكون جد محمود فوق الطبله ما يمكن حتى واحد انه يختلف او لا يتخلف على الحضور سواء اذا كان مريض. لكن ما ان جلسوا مجموعين حتى بداو يدوروا في عويناتهم. متفاجئين الغياب جوج ديال الاشخاص، واللي الغياب ديالهم في هذا الوقت بالذات كيخلي الكل يبني تخيلات في راسه انه يمكن يكون هذا جواب على الاقتراح ديال جد البارح. الكل قال انه محمد غادي يختار هدايه، وهذا الشيء علاش غابوا بجوج بهم، لكن كل شيء كان كيهضر غير مع نفسه، حيث بحضور الجد حتى واحد ما يقدر ينطق بشي كلمه. من غير محمد هو الوحيد اللي من صغره كان كيدير اللي عجبه بكل اريحيه واخا يكون قدام جده. ولما لا، هو الوريث الوحيد الاسم العثماني اللي الكل كيضرب ليه الف حساب وحساب حساب سواء في الشغل او في العلاقات العامه. وهذا الشيء اللي كان كيخلي محمد يدير اللي بغى واللي جات على باله بلا ما يضرب حساب لحتى واحد، حيت عارفه متاكد باللي عنده اللي يخرجه من اي مشكله ومن اي حاجه بلا حتى مجهود. وهذا اللي خلى يربي الشخصيه القويه والعنيفه اللي عند محمد اللي غادي تعرفوا عليها من بعد. فيقوا من التفكير ديالهم الاتصال اللي جا لجدهم والغوته ديالو، الشيء اللي خلاه يخرج كيجري ويامر الشيفور باش يزيد بسرعه. الكل مشى في اتجاه سياراتهم وتبعوا الجد بلا ما يفهموا ولا يسولوا. الغوته ديالو كفيله انه تبين لهم بلي بقى مشكل ومشكل كبير كبير. نرجعوا عند البطل ديالنا اللي فاق مع السبعة ديال الصباح على اتصال هاتفي من شخص مجهول كيقول ليه بلي هو فاعل خير وبلي شاف هدايا بنت عمته واللي كيعتبرها هو بحال اختو الصغيره مختطفها شي واحد وغادي بها لواحد الفيلات جات حتى البحر. يعني انه خصو يمشي يعتقها. اصلا من الطبيعه محمد انه يموت على قبل عائلته، مستعد يدير المستحيل باش ما يتأذى حتى فرد منها سواء كان كبير او صغير. من بعد ما خد العنوان ناض دغيا خرج بلا ما يقول حتى واحد باش ما يخليهمش. هاد السيارات ديالو مشى بسرعه، موقف حتى وقف في الباب ديال الفيلا اللي لقاه محلول. واول ما دخل كيلقى هدايا مضروبه لوجهها والبعض الاماكن في لحمها ومرميه في الارض فاقده الوعي بلا ما يشعل قراص قدامها كيحاول يفيقها. هدايا انتي معايا؟ كتسمعيني؟ حلي عينيك حلي. حتى كتجيه تقلل الراس خلته يفقد بدوره الوعي حداها، وما هي الا دقائق حتى كيوصل جد والعائله من وراه. دخلوا الفيلا، طلع جد الغرفه كيقلبها وحده بوحده حتى كيحل واحد الباب وكيلقى محمد وهدايا في وضع كيخلي الكل يتاسف عليه. كانت هدايا مرميه فوق سرير كلها بقع ديال الدم، ومحمد ناعس حداها مرتاح، الشيء اللي كيبين انه اغتصبها. رجع سد الباب وامر الكل باش يخرج من الفيلا ديك الساعه، وكان حتى خرج حتى دخل محمد وعطاه صفعه على الوجه خلاته يفيق من الضرب، لكن على صدمه عمرو كان يتوقعها. هادشي علاش ربيتك ياك؟ بغيتي تكون من شعر تاكل من كل شيء وما تفلت لك حتى حاجه؟ تزوج من لينا وتضيع هدايا؟ علاش محمد علاش؟ ما كنتش كنظن بلي الفشوش ديالي ليك غادي تخرجهم في اقرب ناس ليك، وانا اللي كنت باغي نامنك على الميراث ديال العائله ولا الاسم ديالها. نايد محمد مدهشر كيشوف راسه وما لابس والو غير الشورتو، كيشوف هدايا اللي يمكن مشوجر عليها الخطا. احرم عليك يا محمد، اش درت ليك؟ اش مازال ما مصدقش اش كيسمع ولا اش كيشوف. بقى ساكت لمده
يعني في الوقت اللي كان جدو كيوبخو هدايا كتبكي عاد نطق. انا جدي ما عارف والو، ما عرفت شنو وقع، ما عرفش شكون شارب، وطلبت من هدايا تجي عندي دار يصبعه بين عينيه. ما عقلتش انا غلطت، انا كنعترف وانا راجل قادر نتحمل مسؤوليتي، انا غادي نتزوج بهدايا، اصلا هي اللي بغيت من الاول، غير ما قدرتش نقول هادشي لينا حيت كانت كتبغيني من صغر. غنصحح الغلط اللي ارتكبت، وقلتي اجي نضرب عصفورين بحجر واحد، نطمع لي بلينا في الزواج وناخذ اللي بغيت من هدايا، تخلي روينا تنوض بين عائله العثماني. واش ما كفاكش روينا اللي درتي في عباد الله، ولي من نهار حسيتي براسك راجل وانا تابعك ونخرجك من وحده تطيح في الاخرى؟ واش عرفتي شحال من بنت خليتيها بحال هاد الحاله اللي درتي لهدايا؟ وانا اللي كنت كنخرجك منها كيف الشعره من العجين، ولكن ما كنتش كنظن هادشي غادي يوصل حتى للحفيدات ديالي، كنت مأمنك على كل شيء، ولكن دابا ومن اليوم لا لا جدي لا لا، مستعد نتحمل مسؤوليتي هدايا ونتزوج بيها، وحتى لا بغيتي نتزوج بيهم بزوج انا موافق. راني قلت لك من شهر باغيهم بزوج غادي يتزوج بهدايا اللي درتي ليها هاد الحاله، ولينا انا عارفها بنت قويه ما غاديش تخاف عليها، قادره تكمل حياتها بلا بيك، وغادي نتزوجها بسيدك. لكن هدايا البريئه الا خليتيها في هاد الحاله يعلم الله شنو ممكن دير في راسها، سرات الفضيحه والعار اللي رميتي عينا، ولا بالله كاع داك التعامل الزوين اللي كنت كنتعامل معاك نساه. شاف هدايا موجه ليها الكلام، هدايا نودا بنتي، نودي لبسي عليك، انا كنتسناك برا، ونساي هادشي كلشي غادي يتصلح، وغادي نعودك على كاع هادشي، وانت زيد قدامي غدا غادي نعلن على زواجك بهدايا، وما كاين لا خطبه ولا والو. طلب من الله هادشي ما يخرجش للصحافه، ولا غادي نولي بصيرة على كل لسان، ويولي لي سوالي ما يسواش يهضر فينا، ويقول لك اغتصب بنت عمته، واش خلى البنات الناس؟ ما نبغي حتى واحد من العائله يعرف هادشي، واللي ترى هنا يبقى هنا. خرج دابا من هنا. محمد ناض كيجمع حوايجو اللي لقاهم تماك منزلين، وكيرمق هدايا بنظرات ما مفهومش المغزى ديالهم، واش معصب ولا مقلق ولا طالع ليه الدم، هي بدورها ما فهماتوش. خرج هو الاول وتبع جدو وصد الغرفه على هدايا، كلامي كان واضح. صافي جدي فهمنا، رقنا لكم نصحح غلطي، ما عقل على والو، ما تزيدش الجهل في ملتي دابا. محمد احترم راسك، راني جدك. ايه حيت جدي راني ساكت وما بغيتش نهضر، اللي فيا يكفيني. ما عطاش الفرصه لجدو باش يحكي ولا يزيد كلمه اخرى، وهبط بحالو لسيارته ركب فيها وزدح الباب بشهد، وبدا كيضرب على السياره بعصبيه ويغوت بلا ما يلتفت بشي كلمه، حتى بدا يبرد تدريجيا وهو يديماري، وقلع عليه الوجهه اللي مولف كيمشي لها ملي كيكون معصب. محمد عنده واحد المكان مخصص ليه بوحده، عبارة عن مستودع قديم كان ملك من أملاك عائلته، بقى مهجور وخداه هو، بدار فيه تقريبا محل صالة رياضة، نهار كيكون معصب وطالع ليه الدم كيقصد داك المكان، داير فيه فين يجلس ويبات يعني كيبقى فيه، بعض الأحيان كيبات تماك حيت كيحس بالراحة فيه. مشى نيشان تماك فرغ الأعصاب ديالو، ومن تماك اتجه للقصر دخل بيتو بلا ما يشوف حتى واحد، ومشى ليه للدوش، تلقى الماء ودخل وسط منه، واقف قامته طويل ودير يديه على الحيط وهز راسو الماء كينزل عليه وعلى عضلاته السداسيه المفتوله، بقى كيخمم اش يدير في مصيبته. هو اللي كان يضحك على البنات اليوم جات برهوشه لعبت عليه، بقى يفكر واش يتزوجها بصح ويتحمل ذنب هو كاع ما دارو، ولا يخلي حتى القدام كل شيء ويسمح فيها ويقول لهم لا ما نتزوجهاش. ولكن لا، فهاد الحالة جدو غادي يقطع عليه الطول ما ويخليه جالس على الدس، وهو عارف يديرها في سبيل الحفاظ على اسم العائلة، يقدر يسبر منه كاع. من بعد ما بقى مدة طويلة تحت الماء، جميع الأفكار جاتو في راسو، وفي الأخير أنهى الاستحمام ديالو وخرج، وهو عارف أش غادي يدير، وحاسم القرار ديالو. لبس حوايجو عبارة عن سروال سورفيت كحل، تيشيرت أبيض، ونزل عندهم، لقى العائلة تقريبا كاملة مجموعة وبما فيهم الجد محمود، اللي حاول يبين أن كل شيء عادي وما وقع والو، وحتى واحد ما قدر يستفهم شنو وقع وشنو كان في داك البيت وعلاش الجد غوت. واول ما جا الاتصال خدا محمد المكان ديالو على طاوله العشاء، وجلس كياكل حتى تكلم باباه. عبد الله، محمد فين كنت يا ولدي في هذا الصباح؟ ما فطرتيش معانا مامي؟ فاش ليك؟ غير كان وقع واحد المشكل بسيط، الواليد راه حليته انا وجدي. ياك جدي؟ محمود شاف فيه بتخنزيره وحرك راسه على الاعلى الاسفل بدون ما ينطق بحرف، تعابير وجهه كافية تعبر على بلا ما يحتاج يهدر. ايوا ولد خويا، قررتي قرارك بمن تزوج؟ محمد تحت تحدث بنبرة استهزاء، ولاش ما في خباركش؟ اش في خباري؟
زعما هدايا بنتكم ما عاودتش لك؟ ليلى كانت هزة كاس الماء بمجرد ما سمعت الكلام، حطات الكاس وبدات كتصنت باهتمام لهذا الكلام اللي كيقول. اش تعاود ليا؟ ما فهمتش ولدي، واش بقى شي حاجه؟ مش حال هادي وانا موعد هدايا بالزواج، واكيد ما غاديش نخلف بوعدي ليها، وهذا الشيء علاش غادي تكون هي الزوجه اللي اختاريت نكمل معها حياتي. ياك هدايا شاف فيها شوفه ما مفهوماش. ليلى كتكحب. شنو؟ بسم الله عليك بنتي، بسم الله عليك، كيفاش تزوج بهدايا وانا محمد وانا وانت والبارح؟ اش ما فهمتيش يا بنتي؟ اش صافي، محمد خدا قراره غادي يتزوج بهدايا، ومن هنا لثلاث ايام يضربوا الصداق والصلاه على النبي. دابا سالينا كل يمشي لبيته. ليك تخدي بنتك لبيته؟ ولكن جدي انا لينا. زيدي بنتي، زيدي معايا. ماما واش فاتيهم؟ ما يمكنش محمد ديالي انا. ياقوت يلا نوض عليا من هنا. لينا يلا جراتها بزز منها، وهي من نهارها كتبكي ليها في الدروج. مامتي قاش اشطره، كيفاش لحب بيها محمد واستغلها؟ علاش جرحها ودار فيها هكذا؟ كون غير صرحها من الاول وما يخليهاش حتى تعلقات بيه وتغرمات بيه، علاش غدرها؟ وهي اللي كانت بانيه بزاف ديال الاحلام معاه. دازت ديك ليله بحال جحيم على كل العائله الا شي ناس اللي حسوا براسهم نجحوا في المخطط ديالهم، وانهم قدروا يخليوا الداسر ديال الجد محمود تحت رحمه ديالهم بلا ما يدير حتى مشكله، رغم انه كانوا كيظنوا انه غاديش يقبل، غادي يحاول يدير شي حاجه، لكن صدق نيت كيخاف على اسم العائله، ما قدرش يدير شي حاجه اللي تسبب لجدو في شي مشكل. الناس الكل الا لينا وهدايا بجوجهم دمعتهم في سكات المخده ديالهم، لكن كل وحده والسبب ديالها. لينا كتبكي وتحسر على الراجل اللي كان حلم حياتها، واللي شاف صداع بليلة وضحاها من يدها، واللي في البارح اكد ليها انها هي اللي غادا تكون مرته. اما هدايا فكان دموع مخلطين من بينهم دموع الفرح ديال انها قدرت تفوز بالراجل اللي من صغرها، وهي كتحلم يكون زوج ديالها، وكانت كتعيش معاه في الاحلام ديال بطولات القصص والروايات الغراميه. بصح ما كانتش تتمنى تزوج به بهذه الطريقه، وكانت تفضل انه هو اللي اختارها وما تفرضاتش عليه، لكن كيبقى في الاخير انه غادي يتزوج بها، وهذا كافي نسيها كل موقع. كل شي فاق، لكن ماشي كل شي فاق كيف الناس، حيت بزاف من سكان هاد القصر فاقوا اشخاص ثانيين ومغايرين على كيف ويعني كيف ولفوهم العائله. منهم محمد اللي نزل في الصباح بكري للكوزينه وطلب من رئيس الخدمة توجد ليه بلاطو ديال الفطور شخصين، وخداه من بعد ما طلب منها تعلم جدو باش ما يتناوه، باش ما زعما باش ما يسولش هو بهدايا، ما يسولهمش الفطور، وقال لها تعلمهم بلي اليوم غادي يفطر هو والخطيبه ديالو. طلع البيت لهدايا، حل الباب ودخل جلس جنبها. هدايا حبيبه نوضي بركه من الناس، اليوم غادي نفطروا غير انا وياك بوحدنا. كتحل عينيها بتثاقل كي حسبت ليها كتحلم. ثاني كان حلم وصفة هدايا، راه هادشي قريب يولي حقيقه، بركه من الحلم. غمضت عينيها ورجعت نعسات. ململ يديها بلطف ودوز يدو على شعرها. هدايا حبيبه هادشي مبقاش حلم، هذا واقع. نوضي نعيسه بركه من الفشوش، راه جاني الجوع، غادي نفطر ونخليك. من بعد ما تاكدت بلي بصح هو بشحمه ولحمه اللي كيفيق فيها بكل حنيه باش تفطر معاه، ومن بعد ما قرصت حنكه باش تاكد، نادت كتجري للحمام، غسلت وجهها وسنانها وقادت حالتها وخرجت عنده وجلست حداه كتحاول تفهم النظره ديالو، لكن والو ما قشعت حتى حاجه. السيد كيشوفها بكل حنيه وجايب ليه طوست بالكونفيتير ديال الفريز اللي كيعجبها حتى لفمها. حلي فمك عمري، من اليوم غادي نعيش انا وياك بحال جميع لي كوبل اللي كيبغيو بعضياتهم، وهداك الشيء اللي وقع البارح انا نسيتو، وكون ما قالش ليا جدي نتزوج بك انا اللي كنت غادي نقولها ليه، حيت من شحال هادي وانا باغيك، ولكن ما نقدرش نقولها ليك حيت خفتك ترفضيني ولا تقلقي ونخسرك، هادشي علاش بغيت نخلي حتى تكبري شويه تفهمي. عاد كنت غادي نفتحك في الموضوع، ولكن حتى دابا حنا فيها، من اليوم غادي نكونوا انا وياك اسعد زوجين. يلا كل يا حياتي، راه بغيتك تغلاطي شويه. ايوا هدايا مسكينه باقا صغيره وما عارفه والو، ما عارفه الجياب اللي دايرين بها. من بعد ما انو اهل انهم غادي يتزوجوا وجدوا العرس، ونهار عرسها بالضبط تخطات فات. نزلات البات وكتجري والقلق مسيطر على الملامح وجهها، الكل بدا يتنبأ الخبر اللي غادي تقولوا ليهم. هدايا بنتي ما كايناش الفوق. بلاتي كيفاش ما كايناش؟ ما فهمتش. ما كايناش بنتي عيط ما نقلب عليها، ما كايناش في بيتها. بلاتي دخلوا لداخل دابا يلا، قبل ما يسمعونا الناس دخلوا كاملين لداخل باش يتكلموا على راحتهم. فهموني، فين هدايا؟ فين هي؟ ولدي بلاتي تهدر، ما تعصبش بشويه، احنا غادي نعرفوا واش كاين، فين عند البنت تمشي. عمتي واش قلبتي عليها مزيان؟ واش متاكده ما كايناش؟
بدا كيحل ربطه العنق ديالو وكيسب بشويه احتراما للعائله. القولية دابا هدايا ماشي شغلي، فين تكون بنتي مشات فين؟ بقى كلشي كيشوف بالصدمه، ما عرفوا ما يديروا ولا ما يقولوا. محمد بقى غادي ماجي قدامهم تعصب حتى بدا يفرشخ اللي جات قدامه، والحراس كيقلبوا الفيلا كيقول لهم جبدوها ليا من تحت، ماشي شغل اليوم، خاص يتم زواجي بهدايا ولا غن انا عارفه فينها. كلشي التفت للجهه ديال الصوت اللي هضر لينا. اش عارفه فين هي هدايا؟ هضري. انا دابا كنت دايزه ياك وكنت ولينا هضري، ما تجعريش ملتي. فين هدايا؟ وبالكم كتغوتوا عليا دابا؟ كنت دايزه وانا نسمعك تهضر مع شي حد، كتقولي انا ما غنكون لحتى واحد من غيرك. زوينه هادي، عاودي عليا ما سمعتكش. كيما سمعتي يا محمد، وانا سكت ما هدرتش حيت سمعتكم داك النهار كتهضروا بزوج، ما بغيتش نخسر هذيك ساعات. كنت فرحان وكتقول لا غنكونوا اسعد ازواج في هذا العالم. شاف جدو فهموا بعضياتهم. محمد غمض عينيه بقله حيله. كتجسي علينا؟ لا ماشي هكاك. وشنو؟ غير كنت دايزه وسمعتكم صافي. صافي لينا. فين هدايا؟ فين هدايا؟ فين ما عرفت. كان قرب ليها وضرب بالجهد في واحد الباب الخشب تقفز كلشي. فين ديتي هدايا الينا؟ فين يا قلت؟ مشات كتجري وجرات بنتها اللي عندها. ما كتغوت عليها مالك؟ واش ما كتفهمش؟ قالت لك ما عارفاش فين هي هدايا، مالها مخبيها في جيبها. محمد غمض عينيه بعصبيه وحاول حلهم. امتي حيدي افك، حيدي من هنا، راني عارف لينا هي اللي غتكون اداه هدايا. اويلي عبد الله، وقيلا ما ربيتيش ولدك مزيان. راني عمتك وقيلا، ايوا احترمني. محمد بدل صعب اخرى. ما نبدلش، انا عارف لينا هي اللي جابت شي حد يخطف هدايا. فين هدايا؟ تم غادي لجهه ثانيه هاد المره باغي يضربها. لا محاله كون ما جروش باه وجدو كون قتلها. كان كيشوف فيها هو معصب، يعني حمر عروق في راسو خارجين. خرجوه بزاز من ديك الجهه اللي فيها لينا وداوه لبلاصه اخرى كيهتنوا فيه. خرج محمد بعيد على لينا وعلى انظار الحضور، ما بغاوش يثيروا انتباه الصحافه المدعوين. خلاوه يبرد وعاد طلعوه البيرو ديال الجد اللي كان مجموعين فيه كل من باه وعماتو وجدو وباقي الاسره من مو وزوج عمتو الياقوت اللي كانوا خارجين كيستقبلوا الناس اللي مازال كتجي للحفل. دخل محمد وجلس في الكرسي وكله كان كيترعد بالاعصاب. ما يمكنش هدايا تكون هربت، اكيد شي واحد اللي خطفها. انا عارفه كتبغيني كيف ما كنبغيها، ما يمكنش تخلي عليا حيت لي بيناتنا رباط قوي. يا كجدي هي ما تقدرش دير هذا الشيء. ناض عنده كيسول فيه حتى رجع جرو باباه. محمد راه هضرنا معاك تهدن شويه، خلينا نفكروا بعدا اش غادي نقولوا للناس اللي برا. اكيد اليوم غادي تكونوا حادث الصحافه وسيرتنا غادي تكون على كل لسان، شنو غادي نقولوا ليهم؟ هذا الشيء اللي هامكم دابا ياك. محمد هضر مع عبد الله غير بعينيه باش يساعد مع محمد، ودار موجه الكلام لينا. لينا انت تكلفي قولي لهم بلي الارث تلغى الاسباب العائليه وبلا ما تطولي معاهم في الهضره. ما بغي حتى واحد يعرف بهذا الشيء، وانا غادي نجيب حفيدتي اليوم سواء كانت في الارض ولا في السماء. مشات لينا تعلم الحضور بالكلام اللي قال لها جدها، ونات كل من محمد وعبد الله وجد محمود كيدوروا اتصالاتهم بالناس اللي يقدروا يساعدوا في ايجاد هدايا، مع زعما الحرص على بقاء الامر سري. محمد ما قدرش يبقى حداهم، كلهم شافوا كيف تاثر الغياب هدايا وكيفاش الغضب مسيطر عليه اكثر من اي واحد فيهم. خرج لبرا بقى كيضرب التليفون وخلى الجد كيسكت في بنته ويطمئنها باللي غادي يلقى حفيدته ويجي باحث عندها. اخي بحاجه تقدر تكون من ضمن الطيبه ديال شي انسان هي انه يكون ما كينساش وحاقود، والا جات فيه الدقه يردها بعشرة دقات، ويكون غادي بمبدا العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. صعيب تبتل قدام الناس راك فرحان في حين جنون الدنيا كلهم كتحسهم راكبينك، ولما لا وانت نزل عليك باطل من حيث لا تدري. ومن شخص عمرك كنت تتوقعها منه، كون كان شخص اخر في مكاني عنده زوج الحلول، يا اما غادي فعلا يستسلم ويعيش مع داك الباطل اللي نزل عليه، ولا غادي ينكر ويحاول يثبت الحقيقه والبراءه ديالو للناس. لكن هادو حلول الناس الاخرين ماشي ليا، حيت في الحل الثاني ممكن نخسر جدي قبل ما نفكر نشرح ليه، والحل الاول لا يمكن نقبل به. اما محمد العثماني اللي مازال ما تزادت ولا غدا تزاد هاد بنت المراه اللي ديرها به. كبرت في الفشوش ويقدر يبان الغير انني سهل منال، لكن باش يديرها بيا شي مخلوق ولا عمرها تكون هدايا. ظنت راسها ربحات زعما، وكتظن بلي صافي وصلت المراد ديالها. واش من نيتها كيحسبت لي غادي نتزوجها؟ ما كاينه حتى فرصه لهاد الزواج باش يكون، عمره غادي يكون. فعلا هي قدرت تير اعجاب عليك، ماشي بها كأنثى، حيت هي جميع معالم الانثى اللي كيجذبوني من عاد من فيها. لكن
صارت إعجابي فكونا كانت آخر واحد كنت نتوقع منه تصرف بحال هذا، بحيث لطالما كانت هدايا في عيني ديك البنيته الدريويشه اللي ما تهش راس في شي حد عمر سنة منها الغدر، كانت حدوديه لا بعد ماذا، بحيث الا سولتيها كانت كتجاوبك على قد السؤال، لكن هاي هات كيف كيقول العدو العود زعما اللي تحقرو يعميك، عمرني توقعت منها تصرف هكذا، انها تلعب في هذا دور الضحيه وتقول اني اغتصبتها من الفوق، لهذه جرأة كبيره منها واللي امرني ظنيتها منها، ولكن هي اللي قلبت عليا، خصها تكون قد هادشي اللي حطات راسها فيه. بعيدا عن القصر العائلي في واحد المكان اللي ما يخطر على بال حتى واحد فيهم، كيتسمع غير صوت الخطوات ديالي اللي غادي في اتجاهها وصوت الانين ديالها اللي كيتسمع الصدى ديالو بشكل كبير، بما ان ديك البلاصه اللي حنا فيها دابا بعيده وخاليه من السكان، خليت القصر مقلوب وخرج حتى انا بهدف ايجاد هدايا خطيبتي حبيبه قلبي والسيده اللي كنت غادي نعقد معها القرار اليوم على حسب ظنهم. جيت نيشان المستودع اللي كنجلس فيه واللي فيه صدفتها، وما حدني كنقرب وانا كنسمع صوت انينها وبكائها، الا ما غنشفقش عليها، ومازال لحد الان ما ضاقت حتى ربع داكشي اللي موجد ليها، مازال الحال وغادي تندم وتقول يا ريت ما درتش اللي درته وما لعبتش مع محمد العثماني، انا اللي كنت نلعب بالبنات ونجيبهم لديك الفيلا وناخذ منهم اللي بغيت، والتي هي اللي جايباني نفس الفيلا لا ودايره خطه محبوكه خلات جدي حضر لكل شيء، كانت باغا تخليني نخسر مكانتي في العائله ونخسر حب جدي ليا اللي كنفضلو على اي واحد في ديك العائله. ايوا هي غادي تصدقها، هي اللي خاسره، خططات ونفذات، لكن خططها ما كانتش ناجحه، حيت قدرت نمتلك اعصابي لاخر لحظه وقررت نرد ليها الصعصعين كيف كيقولوا، ولكن هاد المره بسيناريو انا اللي حاطه وحابكم مزيان، بحيث انا اللي غادي نكون الشاب المغدور اللي خلاته خطيبته نهار زواج ديالهم، وحتى الكلام اللي قالته لينا واخا كذبات وجابت داكشي من راسها، ولكن كان في صالحي وصالح هادشي اللي كنخطط ليه، غادي نخليها هنا مدة اللي تخلي الكل يبدا يشك في حقيقة كلامها كلام لينا، ونصورها مع واحد على اساس انه داك الشخص اللي كتبغي، ونخلي هذيك الساعه تبان قدامهم انها سمحات فيا على قبله، اكيد ما نفكرش ندير معاها شي حاجه حيت المعالم ديال الانوثه من عاد ما فيها لا طايله لباس كيف البنات. ملي دخلت المستودع وانا كنسمع كتنين، كنت مغمض ليها عينيها وسد ليها فمها ورابط لها يديها ومجلسه على الارض، ما عندها فين تتحرك وما عندها فين تمشي، وما كاين حتى اللي يسمعها، ما حدني كنقرب هي كتزيد. فكرتي تنزلي البطلة على محمد وهانتي غادي تشوفي، اتقوني زادي غوتي تلا عمجي نزيد نعاونك، ما كاين اللي غادي يسمعك هنا لالا، من غير نقطعك ونقردك وما كاينش اللي يسيق لك الاخبار. جريتها من ديك القنبة اللي رابطها بها وبقيت غادي بها مع الارض باش تجي تقصح، هي كتبكي، حليت لها الربطة ديال يديها ودير رجليها وقفتها غنربطها مع واحد الحديدة كنت كنتريني فيها. محمد عفاك عفاك دغيا قبل ما يجي شي حد فكني. محمد لا واش من نيتك هدايا، زعما من نيتك ما كتحكيش. يا حسبتك بصح غادي نعتقك، انا جبتك لهنا وانا اللي نخرجك. لا باقي لك كتحكي عليا، انت ما تقدرش دير هكا، انا كنعرفك، انت اللي كنتي ديما حنين معايا ما يمكنش تاديني. ايه واش غادي نقول لك، لا خصك تعرفي بنادم ما فيه ثقه، شكون كان كيقول انتي هدايا الظريفه اللي ما كتحرك الدجاج على البيضه تجي وتكذب وتقول انني اغتصبتها؟ ايوا لالا بغيتي الاغتصاب، ها انا غادي نوري لامك الاغتصاب كيما داير، انا غادي نوريك. بقيت غادي كنقرب ليها وهي غادا وكترجع باللور وكتزحف. لالا محمد عفاك اسمح لي، انا ما تعاودي تنطقي بسميتي نهرست لملتك الفم، هزيتي يدي حتى سمعت تسال الوجه ترفات ونفاض لهابط بالدم. انا محمد العثماني ديرها بيا برهوش هاد الخلا، دوي نحسك دوي عفاك محمد اسمح لي، والله ما درت شي حاجه، انت غادي تشوفي الاغتصاب كي داير، غادي نخليك تمني الموت على انك تبقاي عايشه، والنفس كتطلع فيك وتهبط، غادي ندمك على النهار اللي فكرتي فيه تنزلي على محمد الباطل، هانتي غادي تشوفي. وداكشي اللي دار شدها وضربها وما خلاش فيها مسكينه عدم صحيح، تكرفس عليها بمعنى الكلمه، كان كيشد لها راسها ويضربوا لها مع الحيط، ضربها شي ضرب ديال شي واحد كيضرب شي انسان قده، وهي مسكينه باقا صغيره واللحيم تهرطيطبا ما خلاش فيها عدم صحيح. وما كفاش هادشي، مشى عيط لصاحبو وبغى يغتصبها قدامه لانه هو ما قدرش حتىش كيحسبها بحال اختو. راني موجد كلشي، وجبد واحد المينوت وربط لها يديها مع الفراش وزول ليها وحوايجها وتكى حداها نعس، راسو ضرو المهم نعس. داز تقريبا شي 3 سوايع وبانت له سخونه بزاف، ماشي صراحه ناض بها
السبيطار ماشي حيت بقات فيه، لا لا، غير حيتاش خافت وقع على شي حاجه وتحصل فيه. رجعتها من نصف ديال الطريق حيتاش خفت تدي ليا شي شهاره فضيحه بالطبيب. ما كفانيش هادشي، ولكن جبت صاحبي وحطيته حداها وبديت كنصور فيها بصور ماشي هما هادوك، وبدات كتشوف حتى خرجوا عينيها وبدوا التماسيح كينزلوا. حفيده العثماني كتخون خطيبها واللي كان غادي يكون زوجها مع صاحبها اللي هربت معاه في نفس الليله، اللي كان عاجزهم قايم فيه الكل مجموع وفرحان ليهم. الصور هما دليل على انها ما كتستحقش تحمل داك الاسم اللي عطاو ليها من بعد ما باها سمح فيها وخلاها بلا حتى نسب. صور كيدلوا على انها عاهره. واش كتظني باللي جدي غادي يشوفك من بعد هذا المقال ولا من بعد ما يشوف هاد الصور؟ ابدا، وما تحلميش حتى تعاودي تحط رجلك في باب داك القصر. حرام عليك، هادشي مزور ماشي انا اللي في الصور. جدي ما غاديش يثيق بيك، ما غايثيقكش. واش متاكده مزور؟ واش كتشوفيني حمق حتى ندير الفوتوشوب هاد الصور؟ لا خديتهم لك غير من دابا شويه وما زوينين. شوفي فيهم زوين مزيان. في خبارك محمد، انا كنكرهك كنكرهك، وعمري في حياتي ما كرهت شي واحد بهالطريقه اللي كنكرهك بها. وما يشرفنيش تكون انت ولد خالي، وداك القصر انا مسامحه لك فيه. صافي دابا ها انت وصلتي لداكشي اللي كنتي باغي، يلا طلقني نمشي في حالي، خليني نمشي وعمرك تشوف كمارتي كنترجاك. او نو، كتكرهيني وما نقدرش نصبر. الا لا، انا اللي نقرر ماشي انتي. مازال ما سالينا، واش كحسبتك التلاعب محمد العثماني كيسالي بسهل؟ انت اللي بديتي وانت اللي بغيتي اللعب وتحملي النتيجه. شديتها من شعره وزيرت عليه وقربت لودنيها كنهضر وانا ضاغطه لسناني. علاش؟ قلت لك نخليك تمني الموت على تبقاي عايشه. واش حتى لهاد الدرجه محمد؟ خديتي حقك مني في هاد اليومين، عذبتيني بما فيه الكفايه. والله يسهل عليك، بركه قتلتيني واخويا قتلني وتهنى وهنيني من هاد العذاب. راه بقيت قادره، صافي راه عييت. ايوا من الاول شدك تلعبي معايا، شكون ضربك على يديك وقال لك نوضي حتى ليا الباطل؟ فين انا عمري ديتك ولا اديتك ولا مسيتك؟ بالعكس كنت دايرك اكثر من اختي الصغيره، كنت دايرك في عيني اللي فكر يعني اللي فكر يقيسك ما كنتش نسمح ليه ندمع على نهارو. ولكن باش جازيتيني باش هدايا؟ انا زوين وظريف ولكن راه خايب بزاف، واللي جبدني شي حد راه كيلقاني، واللي ضربني الضربه راه كياخدها بعشرة ضربات. راه ماشي انا، اجي الخاطر يا محمد. سكتي، بغيتي تلصقي في شي حد اخر؟ واش بنت لي كان حمار ولا شنو؟ دابا يا غتجمعي وتسكتيني ولا هادشي اللي ناوي ندير فيك دابا نديرو مدوبل. بالعتريقه وطلعت عينيها فيه كتشوف فيه بكل حقد وكراهيه. كل لقات تقتلني، كل المت وتهنيت. تمشيت بخطوه ثابته هزيت داك الخطب السخون وبديت نقرب ليها وهي مغمضه عينيها. يا ربي تاخذ روحي، يا ربي فين بغيتي ننزلو؟ واش انت مريض؟ واش انت حمق؟ بعد مني وبعد مني، يا ربي خذ يا حقي منه يا ربي. شديت داك القطيب انفعال ونزلتو نيشان على فخدها حتى تسمع داك الصوت ديال تش الحراق وطلع الدخان خفيف من لحمها. اي الله ياخذ فيك العقل، باش تعلمي تلعبي مع سيادك. عندك شكرام ديال الانسانيه، كيفاش كنت مع ميا كنبغي واحد بحالك؟ كيفاش يا ربي؟ اش بندر بدرتو باش نتعذب هكا؟ لعبتي بمحمد العثماني وضحكتي عليه وبغيتي تطيحيه في الشبكه، هذا هو ذنبك. بزاف عليك اسم محمد، انت الشيطان. هاي رجلي شيطان عباد الله. شديتها مع نقا وجريتها. سكتي سكتي، تفو عليك. طلقت منها وغمضت عيني بعصبيه وابتسمت بزز ومشيت غسلت وجهي ورجعت ليها. تفو ياك واخا، حيدت الكويرة اللي كنت لابس وحيت بدلت حوايجي مني مشيت للقصر علقتها وقربت ليها بخطوه ثابته حتى نقديت عليها وبديت كنعنفها بحال كنعنف شي شخص في نفس قوتي. كنهزها ونردخها مع الارض ونضربها لوجهها. جحرت بكل ما تحمله الكلمه من معنى، كتستفزني بفعلها. انا ساخت اصلا عليها وهي كدير تصرفات كتخليني نقصى عليها اكثر واكثر واكثر. ما تكلميت حتى حسيت بيها ما كدير حتى حركه. كل هدم الوهلة جاني واحد تأنيب ضمير خايب، كنت نكتفي غير بداكشي اللي دات لها قبل. كتبقى بنت وماشي في نفس قوتي اكيد، وخاصه وهي ضعيفه وما تقدرش تقاوم. شنو درتي يا محمد؟ شدرتي؟ واش الحقد مالك عينك على هاد الدرجه؟ قربت لها وانا كلهت تفقدت نبضات قلبها. خفت لنكون قتلتها، واصلا هي مريضه وما واكلاش من الفوق، كان قلبها كيضرب بشويه. رجعت فيا الروح، عاودت ربطتها وغطيتها مزيان وهزيت سيارتي في بالي وجهه وحده.
زيت سيارتي عندنا مشفى ديال العائله حنا مواليه، ولكن مكلفين ناس اخرين بالاداره ديالو، بحيث هو ديالنا غير بالاسم، اما الارباح وداكشي كيمشي للجمعيات الخيريه. هادشي اللي قال لي جدي. مشيت بسرعه ودخلت كنحاول ما نخليش بنادم يتعرف عليا، وغادي وكان دور وجهي كل ما جا فوجه شي واحد خدام تما، لكن والو. ملي دزت من حتى كيتعرف عليا ويعطيني تحيه، رديت لهم تحيه ب بنفس الزعمه والضحكه وهذا. وشفت واحد الممرضه، كنت انا اللي خدمت هنا، وجريتها من دراعها ودخلتها لواحد الغرفه وسديت علينا. السي العثماني مالك يا كلابس؟ اسمعي، بغيتك دابا تجيبي لي السيروم، تجيبي لي معده طبيه، معقم والقطن ودماطات وداكشي ديال الحريق. ولكن اسيدي راك عارف هنا كلشي بالحساب، الا زدت شي حاجه غادي يحسبوني عليها. جيبي هادشي اللي قلت لك، وما تنسيش شكون خدمك هنا. واخا سيدي، هي الاولى زاد فحالو، الا يخرج ولا نعاود نعيط عليه. هادشي بيناتنا، ما كتعرفني ما كنعرفك، ولا سمعت بهاد الهضره خرجات نتفاهم معاك غير انت. او ماليها براسو بقاه وخرج. بقيت واحد الدقائق معدوده كنتسنى فيها حتى تجي. دخل وعطاني داكشي وشرح ليا كيفاش، شرحت ليا زعما كيفاش ندير ليهم. خديت داكشي وخرجت من الباب الخلفي للمشفى باش ما يشوفني، حيت ما كنتش بغيت كاع نبان هنا، ولكن ما بغيتش تاني نبرز درامي. صاحبي عنده مشاكل، ما بغيتش نصدعو المره الثانيه. رجعت لعند هدايا، لقيتها مازال على الوضعيه اللي خليتها فيها. درت لها داكشي، قضيت لها وعقمت لها المسائل اللي خصهم يتعقموا. صراحة بقيت كنتسنى تحل عينيها، بقات يومين وهي ناعسة، حتى قلت هادي ماتت. كل ما كان سيروم اللي كيغديها اكيد كانت غادا تموت. بقيت مقابله حتى فاقت. كنت ديك اللحظه كترين كنت ديك اللحظه كنتريني لابس غير شورت. سمعت صوت انينها وتاوهاتها، وانا نحبس ودرت فوطة على عنقي. وعلى السلامه مني فقت، هادشي كله نعاس. اي اللحظه يحسب لي غا كابوس وفقت منه. واش ما غتهنينيش؟ بديتي عاوتاني فقتي عاوتاني، ما فرحاناش ياك، ما حيت كاينه معايا ولا شنو؟ قلتي كنتي كتبغيني، واللي كيبغي شي حد كيبقى معاه. قلت هاد الكلمه وطاح ليا في بالي واحد السيناريو، لقيتها غير دخلت بديك الجمله وانا يطاح ليا في بالي واحد السيناريو قديم قدام عينيا. يديا اصلا علاش غمرت بهادشي ودارت هاد اللعبه؟ حيت ما تحملات تشوفني مع لينا، وبغات تاخذني باي طريقه، حتى انها ما فكرتش في العواقب. وكيف كيقولوا الا بغيتي تعذب مره جيب عليها مره اخرى. مشيت حداها وكندوز يدي على وجهها بحنيه. حبيبه جرحتك ياك، خيبت ظنك فيا، او ياك ما حبك ليا نقص. انت مريت، خصك تبقى بنفسانية يا محمد، هادشي ديالك ماشي طبيعي. ايه نمشي عندو على قبلك عمري، علاش لا؟ ولكن غادي نمشي عندو على قبلك باش نعالجك ملي تفقدي داك الحق اللي ما غادي نمشي حتى نطيرو لك. ما كنظنش يا محمد مازال شي حاجه تقدر تاثر فيا. انت راك حرقتيني، كتعرف شنو هي حرقتيني؟ من غير الندبه اللي غادا تبقى اماره، لا الحميده خليتي اماره في قلبي امني نسى عمرني. او داك القلب مازال عليه الحاله حبيبه، مازال. بديت كنقرب الوجهها شيئا فشيئا، حتى تلفات وبدات كتمتم كتبعد وجهها حتى ما بقاتش قدرات تنفس. غمضت عينيها، يمكن حسبت ليها غادي نبوسها. شفتك عشتي الدور. كيبان ليا بلي داك القلب مازال ما ترسمت عليه اماره، وداك الشيء علاش غادي نرسمها اليوم. ما فهمتش، غادي تفهمي، غادي تفهمي. مشيت جبت وحده ونعست معاها قدامها، وهي ما قدراتش صراحه، بقات كتغمض عينيها. كنجرى على الكرسي وربطتها. كيحسب بغيتي تهربي، كيحسب قاعده سفلتي. مازال حبيبتي مازالينش. دوك النظارات كنعقل عليهم، والله الا بقاو في بالي ديالها كيفاش كتشوف فيا. ايوا درت داكشي اللي بغيت، وهادشي اللي بغيت انني قلبها بغيتو يسكت صراحه، بغيتها تخلخل، بغيتها تحماق. انا ما كرهتهاش تصطى، بقات كتغوت بحر من جهتها. واعتقوني عباد الله، اعتقوني، واعتقوني، كتغوت كتغوت بأعلى صوت صرصر، حتى حلقات بحبح وتجرح، ما بقاتش قاده تغوت. جبتها قدامي ودرت برجلي لظهرها حتى طاحت، ودارت يدي على كرشها ودارت ظهرها، بدات كتأوه من حر الضربه. انا نوريك الهرب شحال كيتقام، حنيت فيك، ولكن انت ماشي بنادم، ما يصلحش معاك الواحد يتعامل معاك بانسانيه. هزيت خباطاتي ونزلت عليها مره اخرى، كنعطيها في مجهزه وهي كتكالي على وجهها بيديها وتبكي. جريتها من شعرها، زيدي الكلبه، زيدي لامك الا ما ندمتك على الفعله ما تسماش انا محمد. بارك عليا عافاك، ما نعاودش والله ما نعاود، راه وصلت لحد الباب عافاك ما نعاودش، الله يفتح عليك. قطعي لي حسك، صوتك ما نسمعهوش. دورت وجهي لعندها لعنا، جريت وجهها لعندي، قطعي الزي. نهارت بالبكا وانا مازال مجرجرها.
غادي تعلقها بديك الحديده اللي علقتها فيها نهار الاول باش جبتها. لا صافي الا هذيك الحديده انا مزاوقه في التراب درجليك، خليتها كتغوت تبكي وبديت نربطها. حاولت تنطر ولكن قوتها كامله كانت تلاشات رغم يعني العلو ديال دوك الحدايد. هدايا كتجيني في شكل مقابله من وجهي. بديت نزولها السروال التوني اللي كنت لبستو لها مني مرضات وقطعت لها الفوقاني حتى ما بقات تبقات ملابسها غير ملابس داخليه. وجبت الصمت بقيت نعطيها لدارها بالجهد ونغوت نصف فيها بعصبيه حتى ما بقاتش قادره تغوت. كتالم في الصمت والملامح ديالها هما اللي كيعبروا على مدى الالم اللي كتحس به حتى تقطع حسها في خطره. انتبهت ليها وطليت عليها لقيتها سخفات. ناري درت ثاني حليتها وزيتها بني يدي وحطيتها على الفراش وبقيت ندور تماك بحيره شنو ندير تاني شنو ندير. لبست عليا ديك التيشيرت وتسنيت واحد ربع ساعه تفيق والو. بقيت نفكر اشنو ندير مع عندي تحل هاد المره. نجيب داك الممرض ما نقدرش نتصل برامي حيت الا شاف هاد الحاله واخا صحاب انا متاكد انه ما غاديش يسكت ليا. وعاد المشكل اللي هو فيهم مع مراته هضر معاه كامل وقال لي هربات ليه بالولد وما عرفاش فين مشات. ركبت في اللوطو وكسيت نيشان المشفى واتصلت بالممرض قلت ليه خرج يجيب معاه معده طبيه وبلا ما يسولني علاش. بقيت نتسناه واحد 10 دقائق حتى جا ركب وشفت فيه سمعني هادشي اللي غادي ندير دابا غادي تشوفه بعينيك وياك تقول هادشي اللي غادي تشوف لشي حد. فهمتي انا درت فيك خير خدمتك عدنا القدام نطردك كاع ما عنديش اشكال. وسيدي خيرك ما عندي فين نديرو اتمنى يكون هاني ما شفت مريض لا عين شافت ولا قلب وجع. تري بيان قلعت نحو المستودع وصلنا ما ان كان دخل حتى كنصدم غير دخلت ما بانتش ليا. ضربت راسي بيدي وتمنيت ما يكونش داكشي اللي كنفكر فيه. بديت كنقلب عليها في كل بلاصه حتى من تحت السرير قلبته. ناري شحال مكلخه محمد كيفاش غلطتي هاد الغلط وما ربطتيهاش خليتي لها الفرصه فين تهرب. سي محمد ياك باس ياك ما كاين باس ياك ما كاين شي حاجه شكون هادي اللي هربت وعلاش غادي تهرب. غبر من قدامي انت حسن ليك فهاد الساعه صافي غير سير فحالك ما بقيتش محتاجك. واخا سيدي هاني غادي ولكن شنو كنتي بغيتيني نداوي؟ والو غير واحد القطه خصها بالسيار وكنت بغيتك تداوي. صافي يلا تحرك عليا من هنايا. ناري ناري حنا درت انا غبي حمار ما ربطتهاش كنت عارفه الفعه حنيت فيها في اخر لحظه كنت بغيت نعالجها ولكن اش غادي ندير دابا. تقدر تبغي تمشي عند جدي عند امها تبغي تعاود ليهم خصني نتصرف قبل ما تهدا ليا كاع تشري بنيت ولكن قبل الاحتياط. مسحت كاع المعالم ديال انها كانت هنا ونقيت الدنيا بزيت اللوطو خرجت قاست القصر دخلت لقيتهم مجموعين غير وقفت كلشي دارو شافوا فيا. اللحظه تخيل جدي جا حدايا وصرف قليل جرى ليا من الظهر اوف سس دماغي من هاد الافكار وتقدمت ببطء خطوات. جدي واش عندكم شي خبر جديده مالكم علاش مجموعين كاملين هنا؟ لا ولدي حنا يحسبتينا بلي جبتي لنا شي خبار وراحنا مجموعين حيت ما بينا انا ما نديرو كنتسنى شي حد يعيط اللي يطلب الفديه ويقولنا بلاصه. غادي الحماقه جدي تقول الارض شقته بالعتاب بزاف هادشي ما يمكنش ما توصلنا عليه حتى خبار. ياه لو كانت مخطوفه اكيد مختطفين كانوا غادي يتصلوا. كنحس براسي غادي يتشق 3 ايام ما ناسش ما خليت حتى بلاصه ما سولتش فيها حتى من السبيطار تقلبت فيهم. يكون خير ولدي سير ترتاح ما بغيتش نترزف جوج حفايدي سير البيت كدوش وارتاح باش ملي ترجع هدايا ما تلقاكش في هاد الحاله. واخا جد ان شاء الله خير ترجع وانا ديك الساعه غادي نكون في احسن الاحوال. ذنبي الوحيد في هاد الحياه هو اني كنت انسانه طيبه وظريفه فوق القياس. لا ما نشكرش راسي ولكن هذه هي الصراحه ما عمرني عقلت على راسي قلت لا ولا رفضت طلب لشي حد. الشيء اللي خلاني نعيش طول حياتي معذبه ملي كنت صغيره وانا ديما حاقرين عليا. احيانا كنتسائل واش هاد الطيبوبه ولا السذاجه ديما سامحه في حقي لها قبل سعاده الاخرين من صغري. وفي كل ما كنطيح في شي مشكل كل واحد شخص هو اللي كيمد ليا يدو ويعاوني عمرو تخلى عليا كان بطلي منذ يعني نعومه اظافري ديما كيدافع عليا من غيره محمد بن خالي العزيز. عمرني ظنيت في حياتي انه غادي يجي يوم وداك الشخص اللي طالما عنا ليا الكثير والكثير الشخص اللي بغيته من اعماق قلبي يقسى عليا بداك الشكل يعذبني يدمرني يهيني. حاليا كل ما كنرمش كدوس في عيني ديك اللقطه هو كيضاجع ديك بائعه الهوى. دوك الاصوات اللي كانوا يصدروا بزوج عششات ليا في دماغي هي الحاجه الوحيده اللي كنقدر نسمعها. الضرب الاهانه واخا الحرق اللي حرقني واللي غادي تبقى ملازماني طول عمري حتى النهار اللي تفارقني روح هاد الجسد الهزيل اللي يتحمل كاع داك الضرب والشحط اللي دوز عليا. هو صراحه هو ناعس مع ديك خيتي
وانا داكشي حرقني في قلبي وبزاف بزاف. شنو ذنبي شنو ذنبي؟ وانا خفت من واحد الانسانة اللي كانت ليا هي الام والاب وكل شيء، كانت هي عائلتي الحقيقيه، ما كانش خاصه ما كانت خاصه في قلبي. اعتنت بيا، كبراتني ورعاتني اكثر من اللي داروا ناس من دمي ولحمي. ام مهامها غير الفلوس والصحابات والخروج، واب سمح فيك مني كنتي مازال في كرش امك، مازال حتى ما خرجش للدنيا. خفت على انسان رعاتني وعطاتني الحب اللي ما عطى لي حتى شي مخلوق الى يومنا هذا. هذا هو ذنبي بكل بساطه. سنين وانا كنشوف العلاقه اللي كتجمع ليا بنت خالتي ومحمد رغم حبي ليه، عمرني فكرت حتى ولو حتى خممت اولا حاولت نفرق بيناتهم. علاش ندير هكا وانا كنشوف واحد الشخص كنبغيه وفرحان؟ علاش نكد عليه؟ دفنت حبه في قلبي وانا متاكده 100% ان داك الشخص عمره ما غادي يكون من نصيبي، لاني غنبقى دائما وابدا في نظره بنت عمته واخته الصغيره. فما بالك نحاول نفرقهم هما على حافه الزواج؟ وخص نتج من بعد انا محمد شخص ما كيهمش واحد من غير جدي، حتى لينا ما كانش كيبغيها. محمد انسان مريض، واكتشفت هادشي في هاد المده القصيره اللي ادبني فيها واللي دازت عليا بحال 1000 عام. عنده اضطرابات في الشخصيه ناجم عن تربيه جدي ليه واهمال الاب ديالو ليه، وربما تخلي الام ديالو عليه. ماشي هو الوحيد اللي تخلى عليه شي حد، انا براسي تخلى عليا الشخص المدعو بالملقب بابا. تفكرت بزاف د المرات في هاد المده عايرني محمد بالاب ديالي، تم كيحاول يجبد معايا حتى الموضوع اللي هو عايرني حيت تخلى عليا، وانا عمرني حتى عرفتو كي داير ولا اسمه ولا نسبه، حيت اصلا انا مسجله باسم ماما ونسبها هدايه العثماني. حليت عيني شفت سقف سقف بواحد الدار فيها زوج رجال ما كنعرفو ما كيعرفوني. تقولوا لي واش ما خفتيش من بعد هادشي كامل اللي دوز عليا محمد؟ نولي نخاف؟ شبغاو كاع يديروا ليا؟ يغتصبوا؟ كنت اصلا على وشك الاغتصاب من طرف ابن خالي، ما بقيتش مخلوعه. يقتلوني غير يقتلوا، اصلا راني ميته وليت جسد بلا روح. شنو تفكرت من انحلت عيني في المستودع كان كيجيب لي الله راه هو غادي يعاود يضربني. ساعه كان سهات محمد الا كنتي باغي تفاجئني بالعذاب جيت غير حمني عافاك. انتظرت جواب ولكن ما من مجيب. تحركت بصعوبه وقفت. يا بصح انا كاع مربوطه، محمد ما كاينش ما ربطنيش، شي غلط هنا. ركزت عيني في المكان اللي كتكون فيه سيارته ولكن بصح ما كايناش. ناديت وناديت وناديت وفي عين محمد ما كاينش. واش انا كنحلم؟ ما فكرتش بزاف، مشيت نيشان كنجري حافيه القدمين عاريه الجسد ما مغطي غير الاماكن الحميميه بملابس داخليه. بقيت نجري في داك المستودع كانوا فيه بزاف البيبان، مشيت ملي كيدخل محمد مشيت نجرب الابواب الاخرين واش يتحلوا. بقيت نجرب واحد بواحد وانا كنلعن في حظي وفي هاد الابواب اللعينه اللي حلفات لا تحلات حتى تحل واحد فيهم. ما شفتش مورايا، طلقت رجلي للريح بقيت كنجري وما شعرتش بداك الزاج اللي دخل ليا في كاع رجلي لاني كنت ماشي حفيانه. دازوا عليا جميع انواع التعذيب والله وعاد الحريق عاد غادي تقصح نزاجة جرحت رجلي. كملت الجري ديالي بلا ما نعرف فين غادا، المهم هو نبعد على داك المستودع اللعين. هاد الاخير مع كامل الاسف كان في واحد المنطقة خالية من السكان والمنازل غير الخلا والقيفار. وصلت لواحد الشانطة وحبست وحنيت، دار يدي على ركبية كلهت وانا كنحس بالعافية شاعلة ليا في حلقي. يا ربي لنهار ما كانتش عندي ساعة يد باش نعرف شحال الوقت داز، وانا واقفة ولكن ما يقارب الخمسة عشر دقيقة بحال هكا، بحال نقولو 15، كأنهم اتفقوا عليا وحلفوا لا دار شي واحد من هنا. فجأة داك التشاؤم اللي كان عندي تحول تفاؤل، وانا كنلمح السيارة من بعيد جاية. بقيت نشيلها ونقز واخا ما عندي جهد ولكن خصو يكون عندي. ديك السيارة بدات كتنقص من السرعة شيئا فشيئا حتى وقفات امامي. كان زاجها فومي ما كيبينش لك شكون في السيارة. بديت نرجع خطوات للوراء حتى خرج شخص طول تبارك الله طويل واسم من درجة الأزقاوة، يعني زرقين بحال البحر. بدا كيشوف فيا من راسي رجلي بنظرة متسائلة، غالبا كيقول في راسو واش كدير بنت في هاد البلاصة ومالها في هاد الحالة. غالبا حسبني غا حمقة. ما حد هو كيقرب وانا نبعد بنفس مسافة القرب ديالو. ما تخافيش مني، اش كدير بنت في هاد الخلا ومالك على هاد الحالة؟ شفت فيه بعيني على وشك البكاء وزيت كتافي وميلت راسي بلا ما نطق بكلمة. اجي معايا نديك عند عائلتك يكونوا مخلوعين عليك ياك. لا بطريقه طفوليه ما نديكش غير اجي معايا. طلعت صراحه بدون ما نناقش مع عقلي ولا ندخل معاه في شي حوار عقيم ولا غادي يوصلني نفس النتيجه انني نركب معاه. بقى سيدك الشاب كيشوف قدامه وانا كنشوف فيه. واحد اللحظه
تلفت يشوف فيا وانا ندير بحال شي حمقه، وبالاحرى وليت نشك في نفسي انا حماقيت. دورت وجهي ديك الساعه شفت قدامي، بديت نشوف فيه بنص عين وكيشوف فيا، اكيد لاحظ كاع تصرفات الحمقه ديالي اللي ما فهمتش انا براسي علاش وليت كنتصرف هكا. حتى كثر داك الصمت، شكونتي؟ ما جاوبتش وما حاولتش ندور لجهته، اكتفيت نشوف فيه بنظر بطرف عيني فقط. اداني معاه لدارو وانا ما بغيتش، بقيت كنغوت بعد مني ما بغيتش ندخل معاك للدار. الصراحه في الاول كنت مرتاحه منه حيت كي غوت عليا باينة من ملامح وجهي، لاحظ هو هادشي والخيط ديالي وخرج بحالو. وداك الشخص داك الراجل بقى كيشوف فيا بعصا وحرك راسو من اليمين للشمال وسد عليا الباب. بقيت واقفه في مكاني حتى ثواني وانا كنشوف الفراغ، حتى سمعت الباب تطرق عليا بالتاروت. اما محمد نفذ الخطه ديالو وراهم التصاور ديال هدايا مع داك الشخص، وما اكتفاش بهادشي بل رجع مع لينا وكيدير معها هادكشي بحال راهم مزوجين. جدي انا خديت قراري غادي نتزوج بينا حيت كتفهمني، بعد هي انسانه ناضجه ومثقفه، ونقدر نكون انا وياها الصوره المثاليه لاحسن زوجين في عائله العثماني. بالطبع من بعد كنت زوجت الله يرحمها، حيت من غيركم ما شفت حتى واحد من العائله باين عليه بلي عايش سعيد كزوج وزوجه. محمد ما غاديش ناخذ القرار ديالك بمحمل الجد، سير ارتاح لك شويه وخرج سهر مع صحابك ونسى هادشي اللي بغى هاد الايام، وجلس رتب افكارك وعاد خذ القرار، راه الزواج هذا ماشي لعب. علاش اجدي قبل ما عطيتينيش الحق باش ناخذ الوقت ونفكر واش ديك الساعه كان لعب؟ لا ما قصدتش، انا قلت لك سير حتى تفكر مزيان. انا ما جيت عندك اجدي حتى فكرت مزيان وحسمت في القرار ديالي وقررت نعلمك به، وما كرهتش هاد الزواج يكون في هاد الاسبوع باش هكذا نرتاحوا كاملين. واخا ولدي لي بالك، ولكن كنتمنى قبل ما تعاود ناظر في هذا القرار اللي خديتيه وانا غادي نكون في جنبك في اي قرار خديتيه ان شاء الله. جدي واخا انا راني ما جيت عندك حتى كنت واخد القرار ديالي، المهم نخليك دابا بالليل نهضر، واخا خليت جدي معصب ولكن مربط الايدي ما عنده ما يدير، هو اللي حط هذا الشرط بالاول وانا غير طبقته. مادام هدايا مشات نديرو لينا في بلاصتها، والمهله اللي خديت ماشي باش نفكر في قرار الزواج غير بين ما اكد لي واحد صديق باللي يقدر يعاوني في داك الغرض اللي مشيت عنده على قبل الصباح. غادي نوريهم اللعبه على اصوله ونحنش اللي ربا جدي غادي يولي طوال منه. مشيت لبيتي وتلاحيت فوق السرير، كنحس براسي محتاج نعس، ولكن كنت التفكير ما خلاتنيش، بقيت ثاني كنفكر طول حياتي كنت عايش كيف بغيت، كندير اللي يعجبني ما كنفكر في والو. وبالرغم كاع المصايب اللي تحت فيهم عمرني حسيت بلي عندي مشاكل اللي نبقى نفكر فيهم لدرجه سيطر عليا الناس، حيت كان ديما جدي اللي كينقدني منهم، كيخرجني كيف الشعر من العجين. ما كنتش عارف بلي هو نفس الشخص اللي غادي يخليني واحد النهار نحس بلي عندي هم وهم كبير. لكن اول ما ناخذ الورث ويكون كلشي باسمي ما غاديش نبقى نحس ديك الساعه بلي عندي شي مشكل، ما غاديش نبقى نفكر من اصله. غفاتي اني لمده ساعه او ساعتين وما حسبتش الوقت، حتى كنفيق على صوت صراخ في القصر. هادشي عمرو كان في التاريخ هاد القصر ينوض فيه صداع ويترفعوا فيه الاصوات من غير صوت جدي وصوت بابا من اللي كتجي الحاله العصبيه. سي العثماني يمكن فعلا كبرتي وما بقيتيش قادر تضبط عائلتك، وصل الوقت اللي تسلم زمام الامور ديال هاد العائله لشخص بحالي يحكمها ويردها لسابق عهدها. نضت نشوفني جاي استعلق عثماني بجوج اماتي بجوج كيتغاوتو وهبط باش نستفسر الامر. الباتول بالغوات وهي شاده في يدي المربيه اللي ربات هدايا. انتي ماشي سوقك، هادي كانت خدامه عندي وانا اللي نقول واش تبقى ولا تمشي، ومادام هدايا مشات يعني حتى هي ما بقى عندها لزوم في هاد الدار، وما عندكش الحق تمنعيني. واش انتي قلبك حجر؟ واش المراه مريضه وبغيتي تخرجيها للزنقه؟ انا لا ما عنديش دار العجزه هنا، السيده كبرات وما بقيتش محتاجينها، وما تخافيش راني غدا نوصل الشافور يديها لدار العجزه ويحطها عندهم، ما غاداش نلوح على الزنقه. الياقوت كتحرك راسها بالنفي منطقه شكلها ملي كتقول اختها، انت قلبك حجر؟ هاد السيده في الناس معاك عمرها رباتك وربات بنتك، ودابا بغيتي ترميها لدار العجازه وهي مريضه ومحتاجه العمليه؟ باز لقلبك، يا كنتي قلتي بلي غادي تكلفي ليها بالعمليه ديالها ولا تنادم معاك الحال. الجمله الاخيره اللي قالت عمتي خلاتني نساها لدرجه كلامهم اللي كيشني بعيد، وبديت كندير افلام في راسي. المربيه ديال هدايا مريضه ومحتاجه عمليه، وماما هدايا اللي غادي تكلف بعمليتها. واش ممكن عذر؟ واش ممكن يكون داكشي اللي كنفكر فيه؟ فيق محمد فيق، الشك كتقلب ليها على اعذار، ما كاين حتى عذر من غير طمعها باش تولي مرات حفيد الوالد الوحيد ديال عثماني. سس دماغي وهبط، شديت في الدادة السعدية اللي كانت مسكينه كتبكي، حتى انا في واحد الفتره من حياتي كنت هلطت فيا وبمعنى اخر حنت فيا فاش كنت كنمرض وكنحتاج كطفل ديك لأي حاجة كانت مشكينة كتجي تحضني وتحل فيا، برغم أنها كانت المربية ديال هدايا ماشي ديالي. كنت ديما كنقول بلي هدايا في طبعها شبهات
المربية ديالها ظريفة وحنينة وبريئة، ولكن ما كنتش عارف بلي هاد الشيء ديال امها غادي يبانو فيها من بعد. ديك السيدة اللي ما كيهمها غير الفلوس والمظاهر، شديت لها من يدي يعني ما كانش عمرها ومرضها اللي سمعته غير دابا فغير على ايام اللي عطفات عليا فيهم، وكانت كتحن فيا بالرغم انها ما كانتش مربيه ديالي حيت كانت خاصه بهدايه. دادا السعديه ما عندها فين غادي تمشي، غادي تبقى هنا. هديت صبعي وفوجاها امتي البعتول، ما نبغيش نصبعك كتهينيا ولا تحاولي غير بمحاوله في انك تخرجي، كوني اكيد غادي نلحقك على بنتك. محمد اش كتقول؟ شاد الاسلوب كتهضر معايا به؟ اللي عندي قلتو دادا السعديه غادي تبقى في هاد الدار. ولكن راه بابا لي قطع صوت جدي اللي نازل من الدروج، الباتول خلي عليك السيده في التقار ولا غادي تبعي ديك الكلبه ديال بنتك. ما توقعتش منه داك الكلام، بقات مده كتشوف فيه مصدومه، ولكن مثل انني ما فاهم والو. وانا عارف جدي قال ليها هكذاك غير حيت كانت غادا تقول باللي هي، وهو اللي قال ليها جري ليها. خليتهم كيشوفوا بعضهم، شديت في دادا السعديه غادي بها الغرفه ديالها، سندت ليا وكانت عمتي ليا قلت شاده فيها من جهه اخرى. هذا الاخر يمكن الوحيد اللي ما فاهمه والو في هادشي اللي كيبقى، يقدر يكون لك تقدر تكون فاهمه وعارفه كل شيء ماشي بعيد. هي اللي علمت بنتها دوك التحرميات باش تجي تطبقهم عليا. وصلنا حتى الغرفه ديال دادا السديه وطلبت من عمتي الياقوت تخليني معها، شكراتني حيت خليتها تبقى وما سمحتش ليهم يجريو عليها. خليتها وخرجت، ولكن بقيت غير حدا الباب كنحاول نسرق سامعه، ما فهمتش الكلام من غير جمله وحده. وصافي كون هاني لينا غادي تكون مرات ولدك في اقرب وقت، غير صبر عليا نحل شي مشاكل عائليه. زدت ضغط كثر انا داخل، كيفاش لينا غادي تكون مرات ولدك؟ كل نهار كنزيد نتاكد ما ان جدي دايرنا غير بياضك كيحرك فينا كيف بغا، ما كيهمو حتى واحد وحتى حاجه من غير ديك الصوره ديال العائله الاستقراطيه السعيده اللي كيجتهد دائما في الحفاظ عليها. واخا يكون الثمن هو يتلاعب بمشاعرنا وحياتنا عموما. سمعت نهار الاتصال ديالو وانا خارج، خففت رجلي ومشيت بسرعه للغرفه ديالي. قبل ما يخرج يشوفني دخلت وانا في الافكار ديالي كتدي وكتجيب. اذا كاين شي سر من ورا رفض جدي زواجي بلينا، وهادشي اللي خلاه يدير لي هذيك الخطه هو وعمتي وهدايا. كل دقيقه كتفوت كنندم اللي ما خليتش هدايا تهضر في داك النهار وتشرح لي كيفاش مشي الخطره. ما عرفتش شنو ندير، كنحس بيدي مربوطين. لو كان شخص ثاني كان ممكن ندير فيه اكثر، كان ممكن زعما ندير اكثر ما دارت في هدايا، لكن هذا راه جدي، خصني نخلي جدي يندم على هادشي اللي كيدير فينا. خصو يحس بالغلط ديالو ويعترف به، لكن كيفاش؟ محمود العثماني ماشي شي واحد اللي شخص سهل باش دغيا يستسلم ويعترف، ما عرفتش كيفاش، ولكن كنكسب الثقه ديالو اكثر ونتقرب منو حيت من قبل. واخا كنت اكثر واحد قريب منو، لكن كنت عايش بطول العرض وهمي غير نزهه ونعيش الشبابيه ملي دخلت في الامور العائله. اما عندي هدايا اللي شويه حسات بالامان ونوضوها وجلسوها معاهم باش تاكل. كولي ما كانتش عندي النفس باش ناكل، ولكن كان فيا الجوع. كليت داكشي اللي نزل ليا هو كان مراقبني حتى ساليت. سميتك، بقيت ساكته ما بغيتش نجاوب. خفتي بلغوا عليا الشرطه ورجعوني لعائلتي يقتلوني انا متاكده. المهم انا مصطفى، حركت راسي من الاعلى لاسفل بنا متشرفين. انا طبيب نفسي، يمكن لك تثقي فيا بنتي، الهضره اللي غادي تقولي ليا غادي تبقى بيني وبينك. حتى ولدي اللي ما غاديش نقولها ليه. بغيت نساعدك حيت هاد الحاله اللي انتي فيها ما عرفتش شكون دار فيك هادشي ولا شكون وصلك لهاد الحاله، كتبان فيك بنيه نقيه. هزيت راسي فيه، بغيت نهضر، بغيت نعاود ليه، ماكرهش نغوت ونخرج للزنقه ونبكي ونقول اش وقع ليا باش نخفف داكشي اللي في قلبه، ولكن ما قادراش، ما باغاش نعاود داكشي اللي دزت منه. بغيت نداوي جروحي بوحدي، ما بغيتش نعاود نفسحهم حتى غادي ننطق وانا نعاود نسكت. داك الراجل شاف فيا شوفه طويله، ما غاديش نرغم عليك تهضري، ماشي سهل ديري ثقه في شي حد ما كتعرفيهش، وماشي سهل تحكي اش وقع لك هكا. خذي راحتك بنتي، الدار دارك، ارتاحي ليك ونسي على خاطرك. السيد اللي نقدها سميتو وليد، وجابها لدارهم اللي ساكن فيه غير هو بالاب ديالو فقط. جدي صباح الخير، جيت عندك بغيت نهضر في الموضوع ديال البارح. اولدي كنتمنى تكون فكرتي في كلامك، كنعرفك حفيدي وكتسمع الهضره ديالي. جدي انا جيت نهضر على هذا الموضوع ديال لينا، لكن ماشي زواجي بها، زواجها ولد الراجل اللي هضرتي معاه في التليفون الصباح. ها محمد اش كتقولش من التليفون لازم، اش كتخربق انت؟ جدي انا سمعتك بالصدفه، كنت نسيت سواتي وبغيت ندخل نخدم، وسمعتك كتقول ليه باللي لينا غتكون مرات ولدو في اقرب وقت. شكون هذا واش من زواج هذا اللي بلا خبر لينا؟ جدي انا ما جيتش نعاتبك، انت جدي بالشخصي كنثق فيه وعيني مغمضين، بغيت غير نعرف وهكذا ممكن انني نتراجع عن فكره الزواج بينا الا كان هادشي اللي يرضيك. محمد اش كتقول؟ انا عرضت زواجك بينا غير حيت
حيت قلت بلي بغيتي دير هادشي غير باش ترضيني، ما بغيتكمش، ما بغيتكش تشد لمراتك. جدي كنقول سمعتك بودني، واخا انا غير كنت باغي نفهمو ملي ما كاين حتى مشكل، انا غادي نجمع الوراق اللي غادي يلزمونا للزواج، وان شاء الله نهايه الاسبوع غادي نتكاتبو. كنت غادي خارج حتى وصلت حدا الباب وانا نسمع محمد سنة، حسيت نوعا ما بالفرحه وترسمت على وجهي ابتسامه شريره، ما ان قضيت الملامح عند وجهي مره ثانيه حولت الملامح جامده وصارمه، درت عنده بالعرض الباطي. نعم جدي، جلس قبل ما يكملها كنت جلست قدامه وحنيت بظهري شويه وداير مرافق على ركابيه ومشى بكيدي مع بعضياتهم. هاد الامبراطوريه ما شاتش نزلت من السما، كانوا من وراها بزاف ديال الخطط والتحديات والخدمه ليل ونهار، سمعت في بزاف ديال الحوايج وتخليت على بزاف ودرت بزاف الاشياء حتى كنت كونت هاد الاسم وكبرته. ما غاديش نقدر نقول لك شنو من الاحسن حتى انت ما تعرفهمش، اصلا عمرك غادي تعرفهم حتى انا بوحدي اللي عارفهم. المهم كيف كتعرف انا كبرت، والانسان اللي كيكبر كيبدا يخطا بلا ما يحس، وانا درت خطا خلاني نفقد طرف د الخيط من الخيوط اللي كنت حاكمها باش ما تسربش، ولكن داك الخيط جا في يد واحد من المنافسين ليا وخلاه يتمسك بيه ويبدا يطلب مني اشياء اللي رفضتها بالاولى، كان شفت انها الحل الوحيد باش نرجع نتحكم بداك الخيط. ومن بين الاشياء اللي طلبها انني نزوج ليه لينا الولد، وهكذا يتناسب مع عائله العثماني. وهادشي علاش انا ما بغيتكش تزوج بينا، حيت عطيتو الكم الماء عمرو يعني محمود العثماني ما رجع في كلمته اللي عطاها لشي حد. انا حاولت نوضح لك الصوره نفهمك، كتبقى انت الاهم عندي من كل شيء، الا كنتي كتبغي لينا غير تزوجوا وانا غادي نشوف شي حل. بقيت شحال كنسمع وكنحاول نفهم، حيت كلام جدي جاني كله ألغاز وهدرة داخلة في بعضها، وما كرهتش نستفسر كتر ونسولو شكون، شو الخيط اللي شاد عليه، شنو هاد الخيوط اللي مازال مخبيه. بزاف ديال الاسئله زادوا في دماغي، كنت جاي باش نفهم ولكن زادت غير تخربقت كثر. عارف واخا نسول ما غاديش يجاوبني، هو قبل ما يبدا كلامه وطلب مني نسمع ونخرج، لكن خصني ندير خطوه تخليني نغير داك الشيء اللي كنت مخطط ليه، حيت الا ما درتهاش ممكن نفقد كاع داك الشيء اللي درت على قبله كاع داك الشيء. جدي انا ملي فكرت نتزوج بلينا كنت باغي غير ننتقم من الهدايه اللي سمحت فيا وننتقم لرجولتي اللي استقاص بهداك الشيء اللي دارت، ومنها نسد جميع الافواه اللي تحلوا على الى يعني غير دير اللي بغيتي وجوجها ما عنديش مشكل، لكن ما عرفتش واش هي تبغي ولا لا. المهم تعرف جدي انا راضيه عليك ولدي، وانت راك حفيد العثماني، ما كاينش اللي يقدر يمس رجولتك ويفكر يحل فمو عليك، والفم اللي يتحل عليك بالخايب نسدو في مره، وديك الكلبه ديال الهدايه انا غادي نجيبها حتى لعندك وتعتذر ليك. لا ما بغيتش جدي، ما كاين علاش، انا راني فكرت مزيان في الموضوع، انت عارف انا اللي ظلمت هدايا وقتها تبتو هي من حقها تبغي اللي بغات وتبقى معاه، غير خليها جدي ما تقلبش عليها على قبلي، خليها تعيش حياتها مع اللي اختارتو ونشوفو واش غادي انبو ضميره ويعترف دابا، حيت بزوج عارفين انا ما اختصبتهاش، هو عارفني انا كنكذب عليه وانا عارفو كيكذب عليا، ولكن الفرق كاين في انه ما عرفنيش باللي فراسي كلشي. بقيت جالس كنشوف فيه واش غادي يكمل عادي وما يقول والو ولا يفرق هاد الرمانه، ما زدت حتى كلمه خليته كيشوف فيا ونستاذنت منه وخرجت. مشيت خرجت لقيت بالصديق ديالي سميتو ليت، صديقي من شحال هادي تقريبا شي 60، عرفته من مور واحد الكارثه كنت درتها، دابست في البار وعيطو للشرطه، هو اللي كان جا وما كبرش المشكل بالعكس تعامل معايا مزيان، شي اللي خلاني ديما نبقى ممثل ليه، وقلت لي اي حاجه خصاتك انا راه الاشاره تماك. طورات ديك المعرفه الصداقه عرفتو بصحابي كمال ورامي وبقينا صحاب ليومنا هذا. اتجهنا لواحد المقهى ودخلنا وكل واحد ومنتا شنو بغا، وراكم عارفين الدراري يقولها وتحكي عليها وجبدو، المهم هادشي اللي كاين. اليوم انا اسبوع وانا في هذا المنزل ديال هاد الغرباء اللي وليت نحس براسي اني نوعا ما كنتمي ليهم، رغم تواجهي واحتكاكي القليل بهم، اي اني معظم الوقت جالسه غير في البيت كنشوفهم غير ملي كيجيو ليا كيجيبوا لي ناكل، وهادشي كامل بدون مقابل. المضحك في الامر هو انه كتلقى سبحان الله الخير في البراني وما تلقاش في الشخص من دمك ولحمك. نط اليوم كنشوف الشمس الشارقه وزقزقه العصافير، كان طبيعي اللي كتحكم ليا في مزاجي اليومي، الاسبوع كامل كانت مرمضيه تماما بحال مزاجي وبحال نفسيتي. اليوم اول مره بعد هاد المده فقت وانا راشقه ليا، وقفت قدام النافذه وابتسمت ابتسامه لطالما غابت من وجهي. علاقتي بسكان هاد الدار مازال تقريبا كيف ما هي، ما كنهضرش معاهم بزاف، بالنسبه لي فعلا كيف ما سبقت وقلت لكم ليت شخص مجرد نظر الوجه يبعث الراحه في نفس الواحد، ولكن كيبقى راجل جيت نفكر منطقيا يعني الرجلين اللي كانوا في حياتي خلاو اماره حزن في قلبي مرة سمحة. الاول كان بابا اللي ما شفتوش، والثاني طبعا راكم عارفينه. فهاد الايام اللي دازو الصراحه ولفتهم وهما ولفوني، لدرجه انني وليت كنطيب كنجمع ليهم اي حاجه كنديرها. اليوم بالضبط نقيت الخضره مزيان وغسلتها وجبت واحد الطنجره عامره بالماء ودرت داكشي يتلصق،
يتسلق اخذت كاسرونه صغيره درت فيها كروفيت. المهم بقيت نقاد داكشي وكان هو كيشوف فيا. من بعد رجع يكمل داكشي اللي بدا. وفي كل مره كنكونوا غادي ناخذوا نفس الحاجه بزاف وكتجي يدي على يدو. كنحس بواحد السخونيه طالعه معايا. كنصل طريقي وندير كان شيئا لم يكن ونكمل شغلي. في الاخر ملي جيت نطحن داكشي كامل درت معاه الفرماج وشحال من حاجه كطلعها بنينه. ملي ساليت درت واحد شويه في زلافه باش ندوقها نشوف كي جات واش ناقصها شي حاجه. زيت زلافه ودقت منها وليت قدامي. شحال بنينه شحال لذيذ. دوق ليت دوق شوف شحال بنينه. في ديك اللحظه ليت كان مثبت نظراته اللي ظنيت في الاول في الزلافه. ولكن لا نظراته كانوا مستهدفين شيء اخر. شوف حتى العريق ديالو وانا مديت ليه الزلافه باش يدوق خطاه وحتى جنب فوق الرخامه. ليت خد كان داير يدي على خصني جرني عندو طلاني مستواه. حسيت بالحراره بداتني من رجليا حتى وصلت راسي وانا كنحس بشفايف ونزلو على شفايفي. غمضت عيني بلا ما نشعر. وبعد ذلك وبعد الوقت اكتسح شفتي بقوا بلا جامحة اللي على ما اظن حاول ما امكن يحبس نفسه ليها ولكن ما قدرش. سلات يديه طلعت الفوق خشاوز شعري كيحركهم ويضغط بقوة. كنت جامدة ما كندير حتى حركة. جيت نحلف فمي ونهضر نقول له لا هادشي اللي كنديرو ماشي هو هذاك. ولكن ما انفتحت فمي اختارق بلا ما نشعر. لقيت راسي تجاوبت معاه وانا كنحس بقلبي كيضرب بقوة وبجهد كأنه بغي يخرج من بلاصتو. اول مرة نجرب هاد الاحساس. لا طالما قريت عليه في الروايات والقصص ولكن فجأة تفكرت محمد وانا نبعد عليه. بغيت نغوت عليه نضربه ولكن بمجرد ما هزيت فيه عيني كوشي دلاجة لساني كأنه تشلل. ما قدرت تخرج حتى كلمة من فمي. يدي حتى ما فشلو حضرت عيني بوجه كيكسبو الاحمرار. اصلا بلا داكشي انا كنحشم وضغية كنتسنك. فما بالك وانا وياه تبادلنا القبل وليست مجرد قبلة عادية بالقبل الفرنسية. بقيت حضراتي كنتسنى على الاقل يعتذر ولكن كالعكس. بنينة بنينة بزاف. محمد كان وصل ليه على شي حاجه يقضيها له ولكن ما قضاهاش له. اسبوع هو كيحاول انه يتصل به ولكن كيقطع عليه. والمشكل ليه ما كيعرفش يكذب. كتبان عليه ماشي بحال محمد. استمر تعقبي ليه لي حوالي اسبوع ما بانت ليه حتى حاجه كتنتبهي. واليوم دخليت لدارو بقيت ثاني واقف حدا الدار كانني باغي نشوف غير خيط واحد يعني حيد داك الشك ويوصلني اليقين. بقيت مده ما عرفت شحال حيت طول ما انا تما كنفكر غير في داكشي اللي فات عليا في حياتي بحال شي فيلم ديال اكشن من صغر سني رغم داكشي اللي درت انا. ولكن كنشوف راسي اكثر واحد تاذى وتظلم في هاد العائله. فقت من تفكيري ملي شفت الحال مشى. يلاه دورت الكونتاكت اللوطو باش نمشي في حالي. قلت صافي واقيلا ظلمت ليت وهذا اخر نهار نراقبه فيه. حتى كيبان ليا واحد الخيال كيتحرك في واحد السرجم كيطلع على الزنقه كنزاد شي لوعات ما كيبين شنو الداخل لكن كيبان ليك الخيال كيمشي وكيجي. حتى لواحد اللحظه هي اللي غادي تصرعقني. شفت خيال ديال جوج ديال الاشخاص منسجمين في قبله. شفت جميع التحركات كيفاش غادي يكون ليت. هو على حد علمي ما عنده حتى شي صديقه وماشي من النوع اللي كيدير علاقات مع بنات الليل. كنظن بلا ما نحتاج نقول لكم راه الشكل اللي دخل ليا هذيك الساعه. سكت السياره وبقيت نفكر تكون زعما هدايه اويلي. ضربت على المقاوي السياره بجهدي اللي كانت هي نقتل امها. بقيت متردد نزل ما نزلش. بقيت مده في الاخر نزلت قصت الباب صونيت. بقيت مده واقف بدون حتى ردت فعل. كنت غادي ندفع الباب وهو يتحل. شكون ما بغيتيش يجي عندك الضياف؟ تخطف له وجهه وحاول يرد الباب. الضياف اللي غيجي اللي كيجيو بلا ميعاد اكيد ما نبغيوهمش. اش كدير هنا محمد؟ هي كتجري عليا دابا با عليت ياك عشيري. خلينا ندخلو نهضرو. بحال داكشي عندي شي ناس ميمكنش ليا نصادفك. غير قول شنو باغي من هنا وسير فحالك. خلينا نتعرفو على هاد الناس. اش فيها محمد؟ اش شنو قتلك انا؟ نترس منو دفعت الباب وخا حاول يشد وينعني لكن دفعت ودخلت وشياطين الدنيا والاخره وقفوا عليا ملي سمعت ليت. صوتها بقى كيتردد فودني. هو النبرة ديالو اللي كتحس بها ضحكة فرحانة عقلي الباطني ما بغاش يصدق بلي هذاك صوتها. وقبل ما نشوفها اول ما شفتها جالسة مرتاحة مع راسها. الكلبة هي اللي كانت كتباوسيه وياه. اذا شكي في محله. ولكن كيفاش وعلاش ليت بالضبط؟ علاش كذب عليا؟ بنت امتي هداية نهار كبير هذا وانا كنقول الارض شقات وبالاتك. قولي لي انت يا جايه ترومانسيه مع راسك هنا وكنتي غير تقوليها لي بعدا. انا غادي نقول لكم علاش انا ليس بالضبط كنت تابعه هاد الايام. حيتاش انا وصيته باش انه يقلب ليا على هاد الهدايا. يعني عطيتو المواصفات ديالها وكيفاش كيفاش عاودت له داكشي ماشي كلشي ولكن المهم قلت ليه بانها هربانه وهادي وهادي وهادي.
باش يقلب لي عليها، ولكن هي كنظن انها عاودت له كلشي، عاودت له كلشي داكشي علاش كان كيقول لي واخا واخا واخا، وهو ماشي من النوع اللي زعما تقول له الحاجه وما يديرهاش، بالعكس اي حاجه كنت كنقولها له كان كيصاوبها ليا ديك الساعه. الا هذه ما قدرش يديرها، ما يمكنش داكشي باش دخلني الشك، وداك الشك طلع في محله. ايوا يا بنت امتي كنتي تقوليها لي انا نبرد لك الدوده اللي فيك، حشومه تجي عند البراني اللي شد فيا بغى يعني، وهي شافتني وقفات ما بقات دارت حتى حركه كانها تمثال واقفه على الارض، حتى سالي جملتي وهي تلاح كتجري تخبط في ظهر ليت اللي كان شاد فيا على اثر الكلام اللي قلت. ليت علاش قلتي لي انا كاينه هنا؟ حرام عليك. يلا بغات تجري وتهرب، لكن ليت منعها وشد فيها. ليت يوقفي، ما غاديش نخليه هذيك مره اخرى، انا معاك. وانا واقف كنشوف هذاك الفيلم الرومانتيكي اللي حدايا. محمد عافاك خرجت تقود من داري، ولا ما غاديش نبقى نهضر معك كصاحبك، غادي تشوف وجهي الخايب وانت من معك كضابط. اوه برافو، قربت الوجه وتولات عيني في عيني، خلاتيني شوف، شدتني الرعدة بالخوف. وقيلا راك كتعرف محمد مزيان، ولا ما كتعرفوش نوريه ليك. انا اللي غادي نوريك دابا على داكشي اللي درتي فيها. عطاني بوني الوجه حتى داز شويه الدم من فمي. يلا خرجت تقود عليا اوتوماتيك، مو رجعت عليه باخرى، ودخلنا انا وياه في صراع خشن، دقه فيه ودقه فيه حتى خليته ما قادرش يوقف، حيت غفلتو العين، دورت عيني نشوف هدايا بنت لي مكمشه في الجنب. مشيت بالسرباق من معاود ينوض، حيت ما نكذبش عليكم ليت ماشي شي واحد اللي غادي نقدر نغلبه بسهوله. انا وياه عندنا نفس البنيه الجسمانيه، هزيت هدايا وهي كتركل وكتضرب وكتعطف كتفي، ومشيت خارج بها بسرعه، حطيتها في السياره ومشيت ركبت بسرعه، بان لي ليت خارج كيجري، لكن حاولت نسرعه قبل ما يلحق عليا وهي كتركل وتبكي حدايا. المواجهه ديال الهدايا ليا وطريقتها الجديده في الدفاع نفسها بحال شي لابو اشيريره، كانت عكس هدايا اللي عرفت اللي كتخاف من خيالها وما كتقدرش حتى تجاوب اللي ظلمها او غلط في حقها. مجرد تشوف سوية كتهضر وكتضرب صبعها في صدري وكتسولني بديك الطريقه على شنو بغيت منها، شفت فيها انثى كامله في المعالم غير من هذيك البنوته الصغيره اللي واخا كبرت في السن لكن بقات صغيره في عيني. تحركت فيا واحد الرغبه لداخل الغبه عمرني حسيت بها، وانا ساحي وايب شنو كندير. بقيت مده كنقارن بين هدايا اللي كبرات معايا وهدايا اللي قدامي، ما شعرش الا وانني جارة لعندي ومربي على فمها كالتهم شفيفه بحال كنقطر منهم العسل. ما خليتش لها الفرصه فين تنفس وتحاول تمنعني، كنت كنحاول نضغط كل قوتي عليهم كانني كنلومها علاش تخلي واحد اخر يدوق من هاد العسل، حتى حسيت بمذاق الملوحيه في فمي وعرفت انه مذاق الدم. خففت الوتيره، بقيت لمده ما عرفت شحال عايش في داك العسل اللي عمرني دقته، رغم جميع اصناف انواع البنات اللي دوزت قبل عمرني حسيت بهذا الاحساس اللي عشتو دابا. بعت من فمها لثواني كنتاكد واش هذيك هدايا نيت هدايا اللي دعيت واحد النهار انها عمرها تحرك فيه شعره وشوفه فيها تعادل الشوفه في صاحبي. بغيت الحقيقه، بغيت نعرف شنو خلاك ديري فيا داكشي، علاش تراميتي ليا انت وماماك؟ جاوبيني جاوبيني، ما بغاش تجاوب، قلت لك جاوبيني. يلا بغات تهضر حتى كنشوف الباب تدفع علينا، وبداو كيدخلوا منه رجال مصافي. المنظر وهدايا غاده كتجري عند ليت وتلح في حضنه، ما بغاش يحيد ليا من بالي. كل ما كنغمض عيني كنتفكر ونتفكر انا في واحد النهار هدايا كانت كتجي عندي انا، الامان كتلقاها معايا طول عمرها انا، هذا دابا لقاتو غير البارح ولات كتثيق فيه اكثر من اللي كتثيق فيا. ايه محمد ما تنساش ادوزتي عليها، ولكن تستاهل تستاهل، وكون رجع بيا الزمن نعاود نفس الشيء وما ندمش. انا عمري اديتها ويلي جبداتني ودات لي النحل، علاش محمد وليتي كتفكر فيها بهذه الطريقه؟ هي لفعه وانا مازال في صراع مع عقلي، تحل لي الباب حيت كنت في الكوميساريه ودخليته شفت فيه وضحكت بالاستهزاء. جايه هي وشفت الطريقه اللي وقفه بيها، واقفه بكل ثقه في النفس، محاوله تشويش افكار، كانت مركزه في عيني كيف ما انا مركز في عينيها. لاحظت قبل واحد الكيمياء بينها وبين ليت، كيفاش بنظره منها ولا مستقدره تقنعه باش ينصح ويخليها تحكي معايا. حاولت ما امكن في الداخل ديالي اني نرفض التوافق اللي كنشوف بيناتهم، وما فهمتش علاش وليت نفكر بهذه الطريقه. كانت يلا غادي تهضر وانا نقاطعها بكلامي، جايه تشفاي ما تخافيش ما غاديش نتشد، حتى لو شديت ما غنكونش شديت بسببك، غالبا تكون بسبب شي جريمه قتل. استغربت من جملتي الاخيره وانا عارف قررت نفسي اني قصدت فيها ليت، علاش قلتها وعلاش فكرت في اساسا من قتل ليت اللي كان صديقي وصداقتنا، وضحت لها حد اليوم باش عرفتو مخبي عليا وكذب عليا وانا داير في مقام الاخ ديالي، الاخ اللي ما عنديش. وكالعاده تعرضت للخيانه والغدر من اقرب المقربين، وهاليت ضفتو للقائمة السوداء مع نبال حنان وجدي ولينا وعمتي وهدايا، بقى يمكن غير بابا وعمتي رياق، وتحنا نشوفو الزمان باش يخرج منهم. فقدت الثقة في كل شي، حيت أي واحد كتكون عندو مكانة كبيرة في قلبي كيتعني وكيقول علاش محمد خايب.
من بعد ما خرج هو من السجن لقى واحد الخطة أنه خصو ضروري يرجع هدايا ليه. ما عندك ما تشرحيها هدايا، صافي فهمت البلان كامل. أنا اللي حمار ما لاحظتش علاش هدايا ما تصرحينيش من الأول وتقولي لي كتبغي. علاش هدايا؟ عافاك لي خليني نشرح لك. راه والله ما راجعه معاه، غير سمع ليا. قبضت في يديه، شفت فيه بتسول وحسيت بيه بدا كيتكلم وغمض عينيه. بقى ساكت وصفر بعمق، فهمت اللي عطاني الضوء الخطر باش نهضر. راه كذبت عليك في حتى حاجه، اقسم بالله. جا اليوم قال لي على دادا وقال لي بلي خالتي كانت مقابلاها ولكن وقع شي مشكل في القصر وما كاين اللي قابلها من غيري. واش بغيتيني نرفض عليك؟ انت ما عارفش اشنو كتعني ليا ديك السيده. راه امي وبا وعائلتي كامله، راه باش كنت نبات مريضه ما كانش لي يسهر على راحتي من غيرها. هي اللي كتربيني وتراعيني، هي ناويه ترجع للقصر. ابدا ما نرجعش ليهم واخا ما عرفتش شنو يترى. محمد غادي يدي دادا الفيلا ديالو ود البحر، نجلس معاها تما كون قابله حتى تصح. ويكون هو ما كنظنش، ما يقدرش اصلا يبقى معايا. وقتاش كنتي ناويه تدخلي ليا هاد الشهيده حتى تكوني جمعتي حوايجك وجا عندك يديك؟ ما كنتش عارفه وقتاش غادي نمشي، كنت كنتسنى حتى نعرف الوقت ونعلمكم. ما تبقيش تخبي عليا شي حاجه هدايا، فهمتي؟ صافي ما نعاودش. وحنا مازال واقفين كنهضروا، تحل الباب الدار ودخل العم مصطفى. شاف لي في ديك الحاله وتشوش. ولدي مالك شاد الحاله ياك؟ لا باش واقع. والو الوالد ماشي شي حاجه. بنتي هدايا مالك؟ حتى انت كنتي كتبكي. قولي لي شنو واقع هنا؟ هدايا تمشي غدا فحالها. كيفاش تمشي؟ خصني نمشي بحالي عمي مصطفى. صافي هذا الجهد شكرا، حيت هليتو فيا مع بنتوني وخاصة تاع عمي. لولاك ما كنتش نفسيتي تحسن. غندير راسي ما سمعت والو ونسي هادشي وتخلي كتي في بيتك والهضره الخاويه ما عندي ما ندير بها. لا عمي والله تا خصني نمشي غدا. وانا قلت هضرتي ما عندك فين تمشي، هي ما عندك فين تمشي. وبابا كالم مالك؟ بقيت انا حل عيني فيه بصدمه بهضره ذات الفعل المفاجئه اللي دار. وصافي انا مكالمه الا سمعت لهضرتي. الواليد شكون حنا باش نفرضوا عليها هضرتنا وتسمعنا؟ هيدا هي خصها تمشي ومضطره. زدح داكشي اللي كان هاز وضرب الغوات. لا هي لا ما غاتمشي فينا، انا ما نخليهاش ترجع لديك العائله. بابا رجع ولا هادوك عائلته هما عندهم الحق علينا حنا. راه ما عندكش الحق، كتفهم الواليد؟ هيدا هي حره. لا انا عندي الحق عليهم كاملين، هيدا هي تبقى معانا فهمت؟ وصافي زدينا. عمي مصطفى شات الهضره كتقول انا ماشي امك. شد ليا في وجهي وانا مصدومه وخايفه من نوز العيني كيشوف فيا. انا باباك يا هدايا، انا باباك يا بنتي، باباك. بلاتي بابا كيفاش بنتك دابا هي هدايا؟ عمي مصطفى بغيتي تقول بلي انت بحال بابا ياك؟ ماشي داكشي اللي فهمتي ياك؟ قول ليا ماشي انت داك الراجل اللي تخلى عليا وانا باقا في كرش ماما ياك؟ انت غير عمي مصطفى اللي تهلا في هاد الايام ياك؟ هدايا انتي بنتي من لحمي ودمي وانا ما تخليتش عليك بنتي، صدقيني. كاينين شي حوايج هما اللي خلاوني بعيد ولكن عمرني ما حيدتك من بالي، صدقيني يا بنتي. انا عمرني نسيتك، حيد عليا يدو ورجعت باللور كنشوف فيه وانا كنشوف فيه اللي حالته لا تختلف على حالتي شيئا. كيفاش جيت نهرب من تعبان وطحت في عقرب؟ هربت من اللي عذبني بلا رحمه وطحت في اللي سمح فيا سنين وسنين بلا ما يكلف خاطر وحتى يسول فيا. لا ميمكنش، باش عرفت حتى وليت كنغوت ودخلت في حاله هيستيريا. كيفاش ماشي لخاطرك تسمح في طرف من لحمك؟ كيفاش بعد ما خليتيني؟ ما فهمتش انا غادي نحماق. خرجت كتجري وتلاقات مع محمد. مالكي واش دالك ليتي حاجه؟ قولي مالكي. لا ما دار لي والو. لي مالو؟ قولي هضري. طاحت على رجليها وشدات راسها بين يديها وبدات كتغوت وهي كتبكي. ليت عمي وبابا. كيفاش باباك؟ اويلي لي تخوك؟ بلاتي ليت المرابط. ليت ما تقوليش لي ليت. كيفاش المرابط؟ كيفاش عرفتي هادشي انتي؟ ليت ولد مصطفى باباك. واش كتعرف بابا محمد؟ صراحه ما عرفتش كيفاش ما لاحظتش هادشي وانا سنين وانا نصاحب معاه ما رديتش البال النسب ديالو اللي كيطابق مع النسب ابي هدايا. كنا كنعرفوا ابي هدايا لانها ماشي بنت الحرام كما كتظن. باه كان مزوج بعمتي وكان عقل عليه مزيان، كان نعم راجل مرادر. ولكن واحد النهار بات مصباح بعد مده زادت هدايا وكانوا توصيات من طرف جدي وعماتي ليا انا باش عمري نقول شي حاجه لهدايا عليه، حيت في ديك الفتره كان عندي 9 سنوات، اي اني كنعقل. نينا اللي كانت شويه صغيره يلا عندها شي 3 سنين وما تعقلش عليه. بترعت ريقي وانا كنشوف في هدايا ما عرفاش صراحه ما عرفتش باش نجاوبها. من بعد ما حاولت الاقناع ديال هدايا بانها تبقى باش تقابل دادا السعديه وغير كذبت عليها فاش قلت لها انها مازال ما استقرت حالتها حيت ما لقيت حتى شي طريقه اخرى ممكن تخليها تبقى معايا. شفتها سكتات يعني قبلات كلامي، شديت الطريق للدار اللي قريت ليها كتمجد خطه فحال الا ما بغاش تبقى في الفيلا حيت غادي غير يفكرها في داك النهار.
في داك النهار ديال النحس تبقى في هاد الشقه حسن، ولكن الحسن حطي في كاس من الافضل نخليها هنا حيت هاد الشقه ما عرفاش ليه، تقولي حاليا ارتحيت من جهته كمن اخوها، يعني ما غاديش يبقى يديرون جيني، ما بغيتوش يلقاها باش ما تواجهش معاه شي ما تواجهش معاه. ايه صراحه هو راه هي قبيحه، ما بغيتش انها تبقى بيناتهم شي مشاعر، فهمتوا؟ راه خويا هذاك ما يمكنش هادشي، صعيبه بزاف. قلت على الاقل حتى تتاقلم مع الوضع ديك الساعه تكون مواجهه ولا بد منها. من بعد ما حطيتها في الدار ورجعت غادي للقصر تلاقيت مع نيت. شكون لي وشنو اللي كيفرض عليا نقول لك فين هي؟ نسيت حك راك خوها، غير قولي لي واش ما حشمتيش جيت تقلب عليها من بعد ما عرف راسك اش داير؟ واش ما تنبكش ضميرك على هادشي؟ اش كتخربك تقول قال لك انا خوها؟ ما تفرحش بزاف على هادشي، انا ماشي خو هدايا، وهادشي علاش بغيت نشوف اختي نوضح ليها هادشي. حسيت بحراره دازت في الجسد ديالي وتحولت لجليد وساعيني في الصدمه. كيفاش ماشي خوها؟ هي قالت بلي لا هدايا بنت امي، وهي مشات قبل ما نوضح ليها هادشي. دابا كنظن ولا عندي حق انني نسولك فين هي، اذا بلا ما تخليني نتهور وندير شي حاجه ندم عليها. فين كاينه؟ اكيد ما جاتش هنا ياك. ما عرفتش فين كاينه. من بعد ما هضرنا مشات وخلاتني، وراك ما غاديش تخلعني بهذا التهديد ديالك اللي في جهتك سير ديالو، ولا ما خرجتيش من قدامي دابا غادي نفرع والديك. دازت 3 ايام صراحه بالزربه، ما عاودتش مشيت عند هدايا دادا، وحسيت براسي متطفل يعني وغير مرغوب في التواجد بداك المكان، غير ما غيزيد طينه بالله. هدايا حاقده برغم ان تصرفاتها منطقيه، الا اني ما بقيتش قادر نستحمل كثر وكثر. فقت كما العاده واتجهت للمطبخ، خديت كاس قهوه قاد به المطبص ديالي، ما بغيتش نفطر معاهم، ترينيت شويه شحال ما لعبت الرياضه. صراحه الاحداث كدوز كل نهار بحال بحال، حتى تلاقيت بوجه الويل ديال لينا شاده في كرشها وكتقول لي انا حامله، اليوم دير امك غادي تطيحيه. لا لا ما نقدرش يا محمد، حنا ما نقدرش نتخلي على ولدي، اختار يا اما يموت جدي ولا يقتلوك بلا رحمه ولا شفقه انت ولدك، ولا تشوفي كي كبر قدامك. ولكن محمد راه ولدي وانا ما نقدرش. لينا انا سعفت معاك، ما نقدرش نعرض حياه جدي للخطر، ما نقدرش. درت معاك حل زوين ومنو نيت، ما غاديش ياديك شي حد، حيت خصك تزوجي بداك الشخص، وانا الا كان هذا ولدي ما نقبلش شي حمار اللي يربيه ليا. شفت فكرشها مطول وهزات راسها فيا ودموعها نازل على خطها. الا كان ولدي يكبر مزيان ويعيش ما يعنيش خصني نضحي. شفت فيها بنظره شفقه، ما نبغيش نحرم منها من ولدها، ما بغيش ندير هاد الفعله، ولكن الا وضحيتها وحيا جدي اللي عارفها جدي حامله ما غيرحمهاش، يا اما غادي يرغم عليها تجهد ولا يخليها حتى نهار تولد وياخذ لها الود ويبعد عليها. واما الا تزوجت انا بها، يا اما جدا يدخل سجن ولا غادي يقتلوه. الحل الوحيد في هاد الشيء في حاله ما كانش الولد ديالي، خاصها تضحي وتغبر حتى تولد وترجع لاساس كانت هربانه. مشات جمعات لينا حوايجها ودخلات، عطلت الكاميرا ديال القصر كامل وزلنا انا وياها بلا ما يشوفنا شي حد. هزيت ديتها الفيلا ديال البحر، درت بعض الاتصالات وغادي نجيب لها خدامه ممرضه تقابلها هنا. هذا هو الفكره اللي طاحت على بالي. اي انسان ملي كيكون غالط والغلط تراكمو مسات راسو كيبقى يقلب على اعذار وينسب افعاله للزمن والماضي، في حين كان بامكانه يرد داك الماضي عبره يتعلم منها ويزيد بحياته الاحسن ويغيرها. ماشي بالضروره الى دازو لنا ظروف صعيبه ولا مواقف خلاتنا نتعدو ونطبقو هادشي في حاضرنا ونكونو مثال اللي حدبونا ونبداو باقرب ناس لينا. وملي نحسو نقولو علاش حنا داروا لينا هكذا وعلاش حنا تعذبنا، هادشي اللي لاحظت عرفت بزاف الحوايج ما كانش خصني نعرفهم، وتمنيت لو كون ما عادش كاع في هاد الحياه. بابا مسكين فقد العائله ديالو، خوه ومرتو، وبسبب العائله ديال جدي حتى انا عشت بعيد عليه. اليت كان واحد المده ما كانش كيهضر معايا نهائيا، صافي ما بقاش لا كيهضر معايا لا كيشوفني لا حتى شي حاجه. قلت له كنتمنى ترجع معايا ليت الحنين، حيت سبق ليا وقلت لك ما باغاش نخسرك، كنتمنى تلقى شي بنت الناس وتبغيك وتبغي حتى انت تكون هي الحب الحقيقي في حياتك، ان شاء الله تكونوا مقدرين لبعضياتكم. كان عندك الحق، انا وياك ما مكتابينش لبعضنا، وربي يكون بغينا نكونوا في زوج، ما كانت حتى شي قوه تقدر تبعدنا على بعضياتنا، لكن انت هدايه لمحمد وكان عنده الحق، حتى واحد ما يقدر يبعدك عليه. واخا تفارقتوا لسنين ربي يجمعكم، وانا يمكن ربي مكتب ليا بنت الناس واحده اخرى. اما لينا مسكينه ماتت وهي كتولد البيبي، لانها ولدات غير في الفيلا وحنا اللي عاوناها، ولكن مسكينه ما قدراتش، ولدات بنيه ما شاء الله غزاله بحالها، وسميناها لينا على سميتها هي. ولات لينا بنتي وانا اللي ربيتها، حيت ما بغات تكون مع حتى شي واحد من غيري انايا، ما بقات تبغي حتى شي واحد براني. من بعد ما دازو ما غاديش نقولوا سنين بزاف، ولكن بعد ما دازو شي اعوام
لبست بنتي لينا ومشينا خرجنا غادي نشوفوا باباها محمد. باباها اللي دخل في غيبوبة. فيق محمد فيق فيق، والله ما نبقى نحس بك، عمري نتغليك شي حاجة كتكرهها ومسامحك لأي حاجة درتيها في حقي، غير فيق تنعس وزيت راسي بدرتي ديال الحيط اللي كبرات لي وطبعت قبلي على كتفو العاري. فيق باش نساو الحرقة بأي حاجة دوزناها. فيق محمد هزيت يديه مرة أخرى وكان بوسها. فيق توحشتك عافاك، بقيت حاني راسي كنبكي حتى حسيت بيدي زيرات على يدي وزيت راسي بزربة، وخا الرؤية ما كانتش واضحة بقوة الدموع اللي في عيني كنشوف كلشي مضبب. شفت في يديه، دورت عيني الجهة الجهة الأخرى وحاولت شفت محمد. حبيبي كتسمعني ياك؟ كتحس بيا ياك؟ نط كنجري وحليت الباب. فين الطبيب؟ طبيب واش بصح ضغط على يديك؟ اه كنت شادة في يديه في اللحظة ضغط على يديه، حركت باب راسو باهتمام ودخل عند محمد. ايو من بعد يوم في كل مره كنمشي نشوف محمد كنقولها واي فيقا واي تحرك واي يعطيني اشاره، لكن كاني غير كذبت ديك المره. وضعه ما تحسنش وما بان حتى شي تغير، حتى الاطباء كيفشلوني مين كيعطيوني شي حتى شي راس الخيط ولا مين كيحركوا راسهم. بالتاسف كنحس بقلبي كيتمزق. دخل في غيبوبه حيتاش العصابه ديال جدو تيلاو فيه، بغاو يقتلوه كيما قتلوا جدو. الواحد هو اللي يصفي باش يشرب، ما يخليش تخربيط ويمشي. الحمد لله من بعد واحد المده اللي طويله عاد فاق محمد ورجع لي حبيبي. من بعد ما خرج من السبيطار وصلنا للدار وطلعنا ما بان لينا حد من غير الخدم. طلعنا البيت بديت تجمع مع حوايجو وشي حوايج ديالي بقاو شويه هنايا وخرجنا. وحنا هابطين وحنا نتلاقاو مع خالتي الياقوت، فين بالسلامه غنخوي لكم الدار عمتي. ويلي لا تخوي الدار ما كيعمرني. شوفي يا عمتي ما بقيتش طايق العيشه معاكم في هاد الدار، ودابا نقادوا الاجراءات باش ما تبقى حتى حاجه في سميتي وربحوا هاد الحرم كلكم. وليلى باغي تحرمني من حفيدتي؟ مرحبا بك في اي وقت، انت امتي ولا راسي بعيني ولينا حفيدتك، ما غنحرمكش منها. وخص ما بغيتي تشوفيها اجي مرحبا، ولكن انا ما كنت باغا تعيش مع حياتك كبر قدام عيني. هي الذكرى الوحيده اللي بقات لي من بنتي، البنت خصها تكبر مع والديها. وشنو دابا هدايا ما انا اولى بها؟ لا ماشي انا اللي ولدتها، ولكن لينا بحال بنتي وكنبغيها كانها طرف مني. وفين كنتي منين يلاه تولدات؟ وحتى هي كتبغيني، علاش في كل مره كتقولي لي هكا؟ بغيت نعرف شنو درت لك. ها هدايا لتي محمد نحط النقط على الحروف، شنو درت لك؟ كون ما كنتيش انتي كاع بنتي تكون مزوجه بمحمد وعايشين حياتهم تاع خرجتي من الجنب. امتي بركه هدايا ما دخلهاش في هذا الشيء. طلعوا طلعنا اللوطو. محمد بان لينا تعصب وتفكرت انه واحد مريض، كان شاد على مقاوي السيارة مخزنزل يدي على ظهرو. بقيت كندوز عليه، حبيبي صافي ما تعصبش، واخا باخا لينا بقات مع باباك ياك. حرك راسو بالايجاب وديمارة بقى غادي حتى وصلنا قدام واحد العمارة ونزلنا. فين جينا دابا تشوفي؟ حل العمارة بالساروت ودخلنا اتجه لواحد الدار كانت في الطابق السفلي وحل بالسوارت وانا كنشوف فيه. مرحبا بك في دارك. دارنا ديالنا هادي. اهلا لا دارنا. تسناي وقفت وشفت فيه ويرفعني وهزني بين يديه. بقيت كنضحك ودرت يديه على عنقو. مع الدخله كاينين كويزين امريكا مقابل مع الهول، وكاين حداهم باب الدساج كاين تماك لاكور. بقيت كنشوف ديكورها فن وحمقني، بقى كيدورني من بلاصه لبلاصه حتى وصلنا لبيت الناس هو الاخر. حلو عيني معاه. كانت الغرفه كلها ورد، شويه شمع مشعون نسني لرجلي. بقيت كنشوف كل ديكور ديالها خطير وكبيره وواسعه وحمقاتني. دورت وجهي لعنده وعنقته بالجهد، فرحت بزاف حيت دار لي هاد المفاجاه، واخا ما عرفت وقتاش هاد الشيء بجد وقتاش وجدتي هاد الشيء. دوك الايام باش كنت عند باباك شريتها وكنت بديت نصلح فيها شويه شي حوايج وفرجتها. وهاد الاسبوعين اللي دازو تعاونت مع راسي والدراري صحابي، كنت نقول صاحبي اش يدير واش يدير. كنت مشيت كنتقدم بلاصه لبلاصه، كل شيء عجبني وحمقني. كنت مشيت للشرج ومحليته، بقيت نطل حتى حسيت بيديه اللي دايره على خصري وجهي فان وجهه في عنقي والطبع قبله فيه وسن شغيطري. عقل على وعدك؟ شمن وعد نسيتي؟ الحمد لله اللي عندي الذاكره قويه وما كنساش. نسيتي باش قلتي لي كان وعدك بليله حمراء؟ لا ما نسيتش. ايوا جا الوقت باش تشوفي وعدك ياك. شنو وحتى نوجد لك؟ انا وجدت لالا كلشي، خصني غير انتي. حسيت بقلبي كيضرب في الميه كانه اول مره يقرب ليا. بقيت ساكته وصدري كيطلع بالزربه ويهبط ست شرجم. هبط الريد ودار عندي، ابتسم ليا وحنا المستوايا وجرني لعندو. ابتلع طريقي وطبع قبله خفيفه على فمي وكحس كيشوف فيا. حيد لي التيشورت اللي كنت لابسه وبقيت
بقيت هكاك حيت حتى الشوميز اللي كنت لابسه. كان واحد الاحساس زوين اخترق الجسد ديالي وعطيت كتفو بالجهد حتى افتقدت هذا الاحساس. احساس جربته مع شخص واحد، كررنا الامر مرات عديده ما حبستوش، واخا حسيت بالالم ولكن مهم ما حبستوش وصافي. داكشي خليت على خاطر حتى شويه هزني ليش الحمام دوشنا بزوج مع قليل من البساله. بدات دوز الايام مستقرين انا ومحمد ولينا في دارنا محمد، وليت طفاو الغضب اللي بيناتهم، خاصه منين عاودت لمحمد عليه انه غادي يتزوج وشاف شي بنت الناس وسميتها ريم. فرحوا وتصالحوا نوعا ما. دازوا تقريبا 6 شهور وكنت في الحمام شاده اختبار الحمل في انتظار زوج شرطات يطلعوا، لكن كيف العاده شرطه واحده. خرجت من الحمام ولقيت محمد جالس في الفرشه وحاط يدي على رجلي وحاني راسو وسمعني وهز عيني فيا امضره سلبي. تنهد بعمق وجرني من يدي حتى جيت جالسه على رجلي، هز يدي وقبل باطنها. حبيبتي ما تطعنيش راسك اوكي، راك باقا صغيره ماشي عندك 35 يلاه 23 الشهر الجاي عندي 24 ومن بعد باقا صغيره ورا 6 شهور والو ما كندير حتى مناع الحمل. شنو بغيتي نديرو؟ نمشيو للطبيب؟ لا ما نمشيو للطبيب لا والو، داكشي ديال الله. راودني القلق، ما عرفتش حسيت باحساس في شكل. دوزت واحد المده ولكن واخا هكاك والو ما جابش الله، حتى مشيت للطبيب من طبيب للطبيب وانا كندور. قال لي شوفي راه حاجه عاديه غير الهرمونات كيخرج لي غير الدواء وصافي، حتى ربي جاب التيسير. ملي مشيت للطبيب قال لي بلاتي راه كتبان لي شي حاجه. حسيت بقلبي ضرب بالجهد، واش مريضه؟ كيبان لي راك حامله. ضحكنا في نفس الوقت. لا واه سي العثماني شوف كيشي لي بيدي، هانت مراتك حامله هادي شهر هانت، لكن ما عرفتش علاش كيبان لي هادشي هكا. محمد كان ركز معاه وكيشوف انا تقاديت في الجلسه ودورت وجهي الشاشه، مازال داكشي بحال شعله فيه العافيه. ما عرفتش يمكن المشكل في الشاشه خاصها تبدل. سمعوا دقات القلب، بدينا كنسمع واحد الدقات صغيورين، عيني عمرو بالدموع. محمد حتى هو شد ليا في يدي وزير عليها، كانت لحظات قصيره الا انها رسمت ابتسامه عريضه على وجهي ولا وجه محمد. تمنيت انا نقول الطبيب ارجوك سمعني مره اخرى، ولكنني من شده الفرح سكت. مازال ما قدرتش نسيق راسي واش انا في الحلم ولا ما نعرف. لطالما حلمت هذه اللحظه وظنيت مستحيل، لكن حسيت بواحد الفرحه واحد الاحساس لا يمكن وصفه. بديت فورا كنرسم صورته في مخيلتي كيف غادي يكون، واش بنت ولا ولد. الحقيقه انني ما كنهتمش بجنس الجنين، بل اريد فقط ان يكون بكامل صحته. حسيت بسائل سخون نزل على خدودي من دموع الفرحه. محمد شافني وهز يدي ومسح لي الدمعه من عيني، هو كيضحك حتى عيني عامرين دموع. دازت 8 شهور ولحد الان ما قادلاش نسيق، واخا كلشي حتى لفمي وشهر يدخل ما بغيناش نعرفو جنس الجنين، بغيناه يكون مفاجاه ليا ولمحمد. حتى جاني الوجع ونقلوني من بعد المستشفى وعيطوا لمحمد اللي مني ساق الخبر بغي احماق. صحيت وكلشي داز بخير، عطاوني بنتي في يدي وعنقتها وشميت ريحتها. كاع الالم اللي حسيت به مشى بمجرد ما شفتها. كان كلشي مجموع حتى من عائله كامله. محمد كان جالس حدايا ومعنقني، وطبعا بنيتي من البلاصه الاخرى. ايوا بنتي شنو تسمي؟ مع كانت حدايا شديت في يديها وشفتيها رغده ناري، وهي اللي ولدتني. ما لقاش حسن من اسمها لبنتي. بعد مرور 3 سنوات ماما، كنت في الكوزينه برغده جايه كتجر ليا حوايجي وتهنن. ماما نعم بنتي حبيبتي مالك؟ هزيتها وحطيتها فوق البوطاجي، هزيت يدي وهزيت لها وجهها وبديت نشوف في عينيها الماضيه اللي غارقين في الدموع. بديت نمسح لها دموعها وسولتها مال بنتي. نينا ضلباتني، نينا اجي لهنا. نينا جات كتخبط برجليها مربعه يديها ونافخه شلقمها. ضربتي اختك؟ ضربتها. قطعت لي كتابي. لينا ما تبقاش تربي اختك، داتك شي حاجه جاي عندي ولا عند بابا صافي. لينا تجاهلتني ومشات لبيتها وسدات عليها. يحمقوني هاد البنات بحال تلاقى الما مع الضو. لينا الصراحه مكالميه الا ما جبتها حدها، هادي هاد السليفانه اللي خرجت ليا بحال العافيه. فيما كانت شي مصيبه هي وراها، ما كاين غفر شخ دقدق هرس. واخا هكاك كضحكني، كدير قد راسها وكدير راسها ماشي هي، ولكن كتموت من محمد. غير كنقولها لبابا كتجمد. الحمد لله عايشه وسط بناتي وراجلي، وضروري كيكونوا عراقيل ومشاكل ولكن كلشي كيتحل. عشتو معنا انا ومحمد قصة الحب اللي تولد من داك القرار العائلي. كان حب من طرف واحد اللي تحول لحب قوي، ماشي اي حاجة تقدر تحطمو. عشتو معايا افراحي واحزاني، قصة بداها محمد وغادي نختمها انا. هادي ماشي النهاية انما هادي البداية. خليتكم على خير، كنتمنى القصة تكون نالت اعجابكم.